ازيكم يا شباب؟ يلا بينا نبدأ حل هوم ورك يونت 1 جرامر مع بعض. نركز، همسك لك كل جملة واقول لك دي صح ليه ودي غلط ليه، بس انت ركز معايا وخد نوتس في اي حاجة انت مش عارفها، خد نوتس في المذاكرة عشان لما تحب ترجع لها تاني تبقى عارف دي ليه ودي ليه. طيب، نمبر 1 water not to the surface unheated. خد بالك من الحته دي، unheated again، المية بتضخ للسطح وبتسخن مرة تانية. طبعا اكيد المية مش هتضخ نفسها، فلازم مبني مجهول، فهتبقى الاجابة is pumped، تضخ. خد بالك من حاجة، دايما اي حاجة في الانجليش اللي قبل انت زي اللي بعده، اد از والبي بي التصريف التالت، وادي هنا عندك اند هيتد بي بي زيها. خد بالك من معلومة زي كده. طب ليه ما تنفعش مثلا بامب؟ اكيد مش هقول المية بتضخ، نفس الحكاية مع بامبس، المية ما بتضخش. بامبنج ده مش اي زمن اصلا. نمبر 2 people pump water to the surface، الناس بتضخ المية للسطح. خلي بالك من اند اهي، هنا الجملة مبني المعلومة، الناس بتضخ المية للسطح وبتسخنها مرة تانية، pump and heat، هنا الجملة مبني المعلوم. خد بالك برضو اللي قبل اند زي اللي بعدها. طبعا ما ينفعش اقول heats ان people جمع، heating ده مش اي زمن في الانجليش، unheated كده اللي قبل اند مش زي اللي بعدها، يعني هنا مصدر ما تنفعش هنا تبقى ماضي، فباظت. be quiet، اهدى. I know it to the news، اهدى انا بسمع الاخبار دلوقتي، انا بسمع دلوقتي، اذا ده مضارع مستمر، يبقى I'm listening، انا بسمع الاخبار دلوقتي. طبعا لسه ما تنفعش عشان دي present simple مضارع بسيط، انا بتكلم على عادة، لو انا بتكلم على عادتي مش هقول لك اهدى دلوقتي، انا بسمع الاخبار دلوقتي، فما تنفعش. have listened يعني سمعت، اكيد مش هقول له سمعت الاخبار فاهدى، انا بسمع دلوقتي، فما تنفعش برضو، دي ماضي بعيدة خالص. nurses الممرضات not after patients in hospitals، الممرضات بتعتني بالمرضى في المستشفيات. طبعا الجمل هنا active مش passive، مبني المعلوم. خد بالك ان nurses جمع، فهتبقى look، ما تنفعش ليه looks؟ عشان nurses جمع، لو ممرضة واحدة تبقى looks. لو انت قلت are looking غلط ليه؟ ان هنا بتكلم عن حقيقة ان الممرضات بتعتني بالمرضى، فاكيد طالما بتكلم على فاكت، بتكلم على حقيقة، انت محتاج زمن المضارع البسيط مش المضارع المستمر. اول لوك دي كده مبني المجهول، دي كده هما اللي بيعتنى بهم. وود الخشب، حلو قوي الجملة دي، ركز قوي قوي فيها، هتلاقي تقريبا معظمكم غلط فيها. وود نوت ان ميني بارتس اوف ذا وورلد كوزس بولوشن، الخشب المحترق او المحروق يعني في اماكن كتير من العالم بيسبب التلوث. طبعا قال بيرنينج، وود بيرنينج كده كده هو معناها حرق الخشب، از بيرنت معناها الخشب بيحرق، هتلاقي في خلل في المعنى، ينفع اقول الخشب بيحرق في اماكن كثيره في العالم بيسبب التلوث؟ لا غلط، الاجابه هتبقى بيرنت، وهقول لك ليه دلوقتي، تعالى اشرح لك بالتفصيل. الجمله دي كانت في الاساس كده، كانت في الاساس وود ويتش از بيرنت، الخشب الذي يحرق، فكان كمل الجمله. خد بالك من حاجه في الدرس بتاع هو ويتش، لما تلاقي هو او ويتش او ذات جاي بعدها صيغه الباسيف، صيغه المبني المجهول، نقدر نختصر الجمله خالص. بتختصرها ازاي؟ بتحذف هو او ويتش وبتحذف فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار مثلا، واتبقى لك بقى اللي اتبقى اللي هو هنا بيرنت. طب تعالى نرجع الجمله بتاعتنا نشوف بتقول ايه. هنا هقول الخشب المحروق او المحترق في اماكن كثيره في العالم بيسبب التلوث. طيب ليه ما تنفعش مستر از بيرنت اللي انا اخترتها؟ اغلب الناس اختارت از بيرنت، ترجمنا هتلاقي في خلل في المعنى ظاهر جدا. ينفع اقول الخشب يحرق في اماكن كثيره في العالم يسبب التلوث، والخشب المحروق او المحترق؟ المحترق. الجمله كانت في الاساس زي ما قلت لك كانت ويتش از بيرنت، وحذفت ويتش واز واتبقى لي بيرنت. جملة حلوة أعلم عليها. people not much fossil fuels، الناس بتستخدم النقود الحفري. people use، الجملة active مش passive، جملة بسيطة، أكيد مش هقول people uses يعني، ولا أقول people is. the motor in the wind tower، المحرك اللي في ال wind tower not to make blades turn، بيخلي اللي في الطواحين بتاعت الهواء بيخلي الأجنحة بتاعت المولد تتحرك. الموتور الذي يستخدم
يستخدم مبني مجهول واكيد مش هيستخدم نفسه. المودل از يوزد يستخدم، هو ما بيستخدمش، فالجمله محتاجه باسيف. مين في دول باسيف؟ ما فيش غيرها اللي هي از يوزد. وان اويل نوت لما البترول ايه اتس بامبد تو ذا سيرفيس، بيضخ الى السطح. وان اويل از فاوند لما البترول بيوجد، مبني مجهول طبعا. طب ليه ما تنفعش فايند كده؟ انت البترول هو اللي بيجد، ما تنفعش. فاوند ماضي بكده البترول هو اللي وجد، ما تنفعش برضه. خد بالك من الفعل فاوند ده، هو ملوش علاقه بالجمله، بس تعالى تعلم حاجه حلوه. تعرف الفعل فايند يجد الماضي منه فاوند، حلو لو يجد. في فعل تاني اسمه فاوند، ده انفينيتيف خلي بالك مصدر، الماضي منه فاوندد. معناه ايه؟ معناه يؤسس. والتصريف التاني زي التالت فاوندد برضه، فدي بعيد اصلا الاجابه. طيب نرجع مره تانيه. We always not up before we leave. احنا عادة بنقفل الباب بتاع الشقة قبل ما نمشي. الجملة هنا active وليس passive، هتبقى local عادية خالص. اكيد مش هقول we is يعني. Not your homework checked، هل الهوم ورك بتاعك رجع او تم مراجعته؟ الجملة هنا مبني مجهول لان الهوم ورك مش هيراجع نفسه. خد بالك ان check دي تعتبر PP توصيف تالت، فانا محتاج ايه؟ is your homework checked. طبعا لو انت اخترت does او do المفروض بعدها فعل في المصدر، وده مش مصدر اساسا. I can't leave، انا مش هقدر امشي as I not، انا مش هقدر امشي as I examine، لان انا بفحص. بتفحص مين؟ اكيد I مش تاخد as، ما تنفعش، وده بسيط غلط. as I'm examined لان انا بفحص او بيتم فحصي، لو عايز اقول بيتم فحصي دلوقتي المفروض تبقى I'm being examined، انا مش هقدر امشي لان انا ما اتفحصتش. I'm not examined. انت بس الفكره كلها انك محتاجه منفيه. She often not at the weekend. She often often من الكيوردز بتدل على present simple مضارع البسيط، فهناخد works. طبعا ما ينفعش often is working، often ما تجيش مع الاسماء المستمره. اكيد she لازم نضيف الفعل اس. We not palm trees to produce vegetable oil. احنا بنستخدم النخيل عشان ننتج زيت الخضار. احنا اللي بنستخدم، الجمله هنا اكتف وليس باسيف، فبنستخدم يوز. شوجر كين قصب السكر از نوت، خلي بالك از كده مبني مجهول، از بي بي جرون اند بي بي زيه يوزد. شوجر كين از جرون بيزرع، اند يوز بيستخدم تو ميك فيول عشان يخلي البترول بتاع العربيات او البنزين بتاع العربيات. طبعا از ما ينفعش اقول از جرو، مش اي زمن في الانجليش باظت. از جروينج يبقى كده قصب السكر هو اللي بيزرع، اكيد مش هو اللي بيزرع يعني. وي نوت ديفرنت تايبس اوف انرجي ان ايجيبت توداي، احنا بنستخدم انواع مختلفه من الطاقه في مصر دلوقتي. احنا اللي بنستخدم الجمله اكتف وليس باسيف، فنستخدم يوز. لو انت قلت ار يوزد يبقى احنا اللي بنستخدم. يوزنج ده مش اي زمن في الانجليش. هيجي واحد يقول لي لا يوزنج دي مضارع مستمر، لا مضارع مستمر ار يوزنج، وكمان هتبقى غلط لان احنا بنتكلم عن حقائق يعني. هي نوت تو ذا بوس رايت ناو، هي از توكينج تو ذا بوس. خلي بالك عندك ناو، فاكيد الاجابه هنا هتبقى مضارع مستمر، فهتبقى هي از توكينج. As soon as he not، حلوه الجمله دي، خد بالك ادي عندك رابط. As soon as he not doing the job، بمجرد ان هو يخلص القيام بالوظيفه، he will see a movie، يتفرج على فيلم. اهم حاجه في الانجليش ان انت تحافظ على شكل الرابط، ده اهم حاجه. ادي as soon as خدنا في يونت 1 في الشرح ان اهم حاجه بعد الرابط مضارع بسيط او تام، والناحيه الثانيه will، هو مديهانا اهي. طب مين المضارع البسيط؟ هتبقى الاجابه finishes. طبعا هي ما ينفعش اقول هي finish، لو انت عملت finish دي ماضي يبقى شكل الرابط باظ منك. هل ينفع اقول ماضي والناحيه الثانيه will؟ اكيد لا. ندخل على بعدها. She not until she receives a phone call. تعال نتفق بس على مبدأ اي جملة في الانجليش فيها رابط لازم بعد حلك اللي انت هتعمله شكل رابط يطلع صح. خلينا نتفقين على المبدأ ده، دي اكتر جملة تسمعها مني في الجرامر. اي جملة في الانجليش فيها رابط لازم بعد حلك شكل رابط يطلع صح. عارف لو انت مشيت بالطريقة دي انت ممكن حرفيا تحل الجملة من غير ما تفهم معناها حرفيا.
اما لو انت بتحل طبقا ترجم الجمله بالعربي وبحل بالسنس، لو كل ده حل بالطريقه اللي انت عاوزها، بس لو في النهايه طلع شكل رابط غلط، تاكد 1000000% انك ماشي غلط. فاي جمله في رابط خلي اهم حاجه شغلك انك تطلع شكل رابط صح. She not until she receives a phone call. هي مش هتغادر حتى تتلقى مكالمة. لو بصيت هتلاقي عندك until جاي بعدها present simple مضارع بسيط receives. يبقى أنا كده عايز شكل رابط اللي هو مضارع بسيط. أو تعمل الناحية التانية will. هي لن تغادر. She won't leave until she receives. طبعا لو أنت عملت didn't الموضوع كارثي. يبقى أنت ليه عملت didn't؟ طب أنا اخترت didn't هنا المفروض بعد until أجيب ماضي تام. هل أنا مديك ماضي تام؟ لا. يبقى الإجابة غلط. بي كوايت اهدى انا بسمع مزيكا، عدت من شويه شبه الجمله دي. اهدى انا بسمع مزيكا دلوقتي، يبقى I'm listening. He not very happy now. الجمله دي ممكن تبقى تريكي لبعض الناس. طبعا ناس كتير ممكن تشوف ناوي يقول لك بس كده، يبقى الاجابه ايه؟ present continuous مضارع مستمر. بس خد بالك السيمينج هتبقى غلط. ليه؟ لان سيم واحد من الافعال اللي مستحيل تيجي اصلا في الازمنه المستمره. حتى لو اديتك ناو، انا بس مديك ناو بس عشان اقول رجلك وعشمك، لكن هي اصلا غلط. فعل سيم زي love و like و understand و know ما تجيش في أزمنة مستمرة أصلا، حتى لو مدي لك now at the moment. إنني كانت في دول كتير إذا ويند الرياح بتستخدم في توليد الكهرباء، أكيد الرياح مش بتستخدم نفسها، فلازم الجملة تبقى مبني مجهول، فهتبقى is used. لو أنت قلت use يبقى كده الرياح هي اللي بتستخدم. لو قلت uses نفس القصة، is using نفس القصة، فأنت لازم تبقى passive. science العلماء not to find more forms of renewable energy. العلماء عاوزين يجدوا اشكال او انماط للطاقه المتجدده. العلماء تخلي بالك كلمه جمع، فده مضارع بسيط فتبقى want. طبعا ما ينفعش نحط اس طالما الكلمه جمع. طبعا لو انت عملت I wanting يبقى انت كده على الله حكايتك، لان الفعل want ما يجيش اساسا ازمنه مستمره، ولنفس الحكايه برضه ما يجيش ازمنه مستمره. هي يوجد amounts of electricity. خد بالك من الجمله دي تريكي، مش ناس كتير هتحلها صح. كميات كبيره من الكهرباء بتنتج النوكليير باور ستيشنز، محطات الطاقه النوويه. ناس كتير هتقول لك الكتريستي موفر، يبقى الاجابه از برديوس. طبعا الاجابه هنا غلط. ليه؟ لان انا هناخد على كلمه اماونتس. اماونتس اصلا كلمه جمع، فكميات هائله من الطاقه او برديوس بتنتج. طبعا عمل از برديوس خد على الكتريستي. طب بس انا محتار، طب انا هاخد على اماونتس ولا اخد على الكتريستي؟ تعال اقول لك حاجه شبهها تحلها صح. لو انا قلت لك A bag of books، شنطة من الكتب، هتختار إز ولا أر؟ هتاخد على الباك الشنطة ولا على الكتب؟ ولا هاخد على الشنطة تبع مستر أول واحدة. برافو عليك، أنت كده جبت اللي فيها. أنت بتاخد على قبل أوف، قبل أوف مفرد فخدت إز. طبق نفس الكلام. أماونتس جمع، وأدي عندك أوف، يبقى هتاخد حاجة جمع بسيطة. holes الحفر not into the earth to find hot water. الحفر بتحفر في الارض لكي نجد مياه ساخنه. طبعا الحفر مش هتحفر نفسها، فلازم مبني مجهول، فتبقى all drilled. طبعا اكيد مش هتقول holes is، يعني اكيد مش جمع تبقى is، يعني عيب عليك. يعني holes drill لكده الحفر هي اللي بتحفر. صعب قوي الكلام ده. in some cities في بعض المدن مش الزباله بتحرك لكي تولد الكهرباء. طبعا الزباله مش هي اللي بتحرق، فلازم تبقى مبني مجهول فتحرك. مين في دول مبني مجهول؟ لو انت قلت بيرن او بيرنس يبقى الزباله هي اللي بتحرق. مش منطقي. الزباله بتحرك از بيرنت، مبني مجهول. water not to turn it into steam. الميه بتسخن لكي نحولها لبخار. الميه برضه مش بتسخن نفسها، فلازم مبني مجهول فتبقى از هيتد. لو انت قلت هيت يبقى الميه بتسخن. Are heated؟ عيب قوي لما انت تقول على water are، لانها كلمه مفرد. Is heating؟ يبقى الميه اللي بتسخن برضه، ده مش منطقي برضه. The steam البخار نقط to a power stations. البخار بيضخ الى محطات الطاقه. طبعا البخار مش هو اللي بيضخ، فلازم مبني مجهول برضه is piped. خد بالك من موضوع الباسيف عشان في اكتر من جمله باسيف. جمله الباسيف بسهوله انت ممكن تحلها لو انت ترجمتها عربي. يمكن ترجمه الجمله العربي مش دايما تخدمك في حل الانجليش، الا في درس واحد بس اللي هو المبني المجهول. يعني انت لو ترجمتها هتقول البخار بيضخ ولا بيضخ؟ اكيد بيضخ، فانت هتدور ساعتها على الباسيف. يمكن دي من الحاجات، الدرس الوحيد اللي ممكن تستخدم فيه ترجمه جمله عربي هو الباسيف. غير كده ممكن العربي اصلا يبوظ لك الجمله، يخليك تحلها غلط.
بايبس غلط كده معناها البخار هو اللي بيضخ. كل الجمل دي غلط. الكتريستي الكهرباء بتنتج من المياه in the water أو in the power stations، برضو الكهرباء مش بتنتج نفسها، فلازم مبني مجهول فهتبقى is produced. لو انت قلت دي او دي يبقى كده الكهرباء هي اللي بتنتج من المحطات من المياه، اكيد مش هي اللي بتنتج، بتنتج. وبنفس حكاية produce. الكتريستي is sometimes، خد بالك من الجملة دي حلوة قوي، الكهرباء احيانا بتعمل من او من محطات او مولدات الرياح او بتولد. يعني هنا از هنا انت محتاج مبني المجهول، يبقى از والبي بي التصريف الثالث اللي هو ميد. بس انت ممكن تبقى لخبطت فيها عشان انت بس حافظ ان لازم في الباسيف ام واز واو بعدها البي بي لازم، مش لازم لازم على فكره عادي، ادي از والبي بي. طبعا لو انت قلت is making، لا كده معناها الكهرباء هي اللي بتصنع من المولدات الرياح، ما اكيد مش هي اللي بتصنع يعني، بتصنع او بتولد يعني، فتبقى غلط. In many parts of the world، في اماكن كتير من العالم عود الخشب بيحرق لتدفئة بيوت الناس. الخشب اكيد مش بيحرق نفسه، فهتبقى is burned. طبعا لو انت قلت burns يبقى كده الخشب هو اللي بيحرق، ما اكيد برضو مش تنفع، برضو is burning يبقى هو الخشب هو اللي بيحرق، فبرضو ما تنفعش. ده اول جزئين اللي هو الهومورك بتاع ال present simple وال present continuous. ندخل بقى على الجامعه بتاع ال present perfect. The company employs around 400 staff، الشركه بتوظف حوالي 400 شخص، and not an office in the UK، وفتحت مكتب في اليوكي. طيب لو انت قلت had recently opened، الموضوع هنا يعني كارثي بشده. ليه؟ يبقى انت هنا استخدمت زمن الماضي التام. ما تقول لي ايه المشكله مثلا استخدم الماضي التام؟ تعالى نتفق على مبدا، واحنا لسه ما خدناش جمع الماضي التام، بس معلومه كده على المشي، الماضي التام ليه استخدام وحيد في الانجليش. لازم يكون عندك حدثين في الماضي، واحد اقدم من الثاني. طب لو ما فيش حدثين يبقى ما ينفعش استخدمه اساسا، اول واحد تستبعده، فده انا اول واحد استبعده. Is recently opening، مبدئيا بس عشان هو متفقين كلمه recently وكلمه lately من الكلمات اللي بتدل على زمن مضارع تام، فاختار مضارع تام بكل بساطه يعني كلمات داله. سالي وجون نقط باك فروم ا ويك ان سبين، يعني رجعوا من اسبوع من اسبانيا بعد ما قضوا اسبوع في اسبانيا. طبعا جاست مش محتاج افكرك ان من الكلمات اللي بتدل على زمن البريزنت بيرفكت مضارع تام، فاختار هاف جاست كم. زي ما اتفقنا الماضي التام ده تبعد عنه طالما ما فيش حدثين، وجاست ما تجيش مع المضارع المستمر. طبعا شي نوت هير ارم ان تو بليسز، ايدها اتكسرت في منطقتين في دراعها. هير ارم از ستيل broken now. خلي بالك الجملة دي هي مفتاح الحل بالنسبة لك، اللي her arm is still broken. ليه يا عم؟ لأن المضارع التام الاستخدام الأول ليه أنه بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي، حصلت وخلصت، بس لسه ليها تأثير عليا في الحاضر. فمبدئيا إيدها اتكسرت، اتكسرت ده has broken مضارع تام. حلو. طب ليه ما استخدتش was broken؟ was broken يعني حاجة حصلت في الماضي إيديها اتكسرت. هتقول طب ما دي برضه إيديها اتكسرت. بص أنا قلت لك العرب مش دايما هيخدمك، يعني دي ودي المضارع التام مواد بسيط كترجمة مفيش فرق أصلا ما بينهم، لكن الفرق إن الماضي البسيط بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي بس مش مأثرة عليا للوقت، أما المضارع التام حاجة حصلت في الماضي بس لسه مأثرة عليا لحد الوقت. الجملة دي مفتاح الحل، وده لسه مكسورة جايحة ملمش يعني. طالما لسه مأثرة عليا يبقى تستخدم مضارع تام وتبعد عن الماضي البسيط. طبعا لو انت قلت has been breaking يبقى ده هي اللي بتكسر، لكن مش هي ده اللي بتكسر. A fire not out at the hotel، out at the hotel in the city center، the fire is burning now. خد بالك ان برضو انا بيقول لك الحقيقة لسه مشتعلة لحد الوقت، فانا عايز اقول الحقيقة في حقيقة اندلعت في فندق في وسط المدينة ولسه النار يعني شغالة. طالما حاجة بدأت وما زالت مستمرة يبقى ده زمن المضارع التام برضه. طبعا اتفقنا الماضي التام لازم يكون في حدثين، فده أول واحد تستبعده. is broken ده كده مضارع بسيط، مش ده استخدام المضارع البسيط.
has been broken. ده كده مرد المجهول اللي قلتها ما دي تمشي برضه. بص يا سيدي انت بالعربي كده بالبلدي، هو انت بتقول حريقه او النار اندلعت ولا اندلعت؟ اندلعت. يبقى حتى وانت بتقولها بالعربي اكتف ولا باسيف؟ اكتف. فخدنا الاكتف واستبعدنا الباسيف. That house on the corner، البيت اللي على الكورنر ده not empty for 3 years. طبعا مش محتاج اقول لك ان 4 وسنس من الكي او اس بتدل على زمن المضارع التام. يبقى has been empty for 3 years. Don't wash up that cup، ما تغسلش الكوبايه دي. I not my coffee yet. طبعا نيت بين كلمات الدل على زمن المضارع التام المنفي، فاخدت مضارع تام منفي جمله مباشره قوي. I have already not my flight home. أنا بالفعل حجزت رحلتي هعود للوطن. I have already booked. هذا وقف تصريف تالت already من الكلمات الدالة على المضارع التام. He is not in the village since 1995. هو عايش في القرية دي من سنة 95. He has been living. Living ده مضارع مستمر. Okay. ده has been living ده اسمه مضارع تام مستمر. واحد يقول لي طب ليه ما خدتش lived؟ He has been lived. خلينا متفقين كده، يبقى انت عملتها مبني مجهول. تقول لي والمشكلة؟ لا طبعا مشكلة. هي ايه فكرة المبني المجهول عامة في الانجليش او في اي لغة في العالم؟ اي جملة في المبني المجهول لازم تبدأ بالمفعول. طب لو مفيش مفعول يبقى مفيش باسف. هل الفعل ليه اساسا بيجي بعديه مفعول؟ لا. يعني مثلا لو انا قلت لك جملة زي كده I live in Asiut، انا عايش في اسيوط، هل في مفعول في الجمله دي؟ لا. يبقى الفعل ليف مفيش مفعول بعديه، يبقى مستحيل يجي باسيف. نفس الكلام هنا. جمله she not her autobiography since 1987. طبعا since من الكي ووردز بتدل على زمن مضارع تام او مضارع تام مستمر، يبقى ما تجيش مضارع بسيط. طبعا ده had been writing زمن اسمه الماضي التام المستمر، وده تستبعده تماما. ليه؟ لان لازم يكون في حدثين برضو. has been writing هي دي الاجابة. طب يا مستر لو كان في has written اللي هو المضارع التام العادي تنفع؟ تنفع عادي مفيش مشكلة، عشان كده ما تحطوش choose مع بعض. I not much lunch lately. Lately معناها مؤخرا او حديثا او في الفترة الاخيرة، ودي من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. افكرك بس حاجة سريعة، هو كان ايه الفرق ما بين كلمة recently وكلمة lately؟ الاتنين تعاد واحد مؤخرا او حديثا، بس الفكرة ان كلمة recently بتيجي مع في الاغلب مع الجملة المثبتة، لكن lately بتيجي مع الجملة المنفية او ممكن السؤال. نرجع تاني. يبقى هنا lately I haven't been eating ولا hadn't been eating ولا wasn't eating ولا I'm not eating. لو بصيت انت مش مديلك ده مضارع تام مستمر، ده ماضي تام مستمر، ده خلاص احنا نستبعده خلاص عشان ما فيش حدثين. wasn't eating ده ماضي مستمر وما يجيش مع lately ابدا. I'm not eating مضارع مستمر وما يجيش مع lately ابدا. lately دي بتيجي مع المضارع التام، وحاجات المضارع التام بتيجي برضو مع المضارع التام مستمر. يعني مثلا لو كان في haven't eaten تنفع؟ تنفع زي ما عملت فوق. How long not for me؟ انت مستنيني لك قد ايه؟ على فوق about 10 minutes. مستنيني لك قد ايه؟ يعني هو معنى كده ان هو لحد اللحظه دي كان مستنيه. طيب حاجه بدات وما زالت مستمره، يبقى انت عايز تستخدم زمن ايه؟ المضارع التام، او ممكن مضارع تام مستمر. طبعا ده مضارع بسيط ما تنفعش، دي ماضي بسيط ما تنفعش. ده مضارع تام مستمر حلو. have been waited. خلي بالك هو ده مضارع تام. طب بس دي مبني مجهول، عايز اقول انت منتظرني ليك قد ايه؟ انت ده الفاعل. طب يبقى الجمله كده بتبدا بالفاعل، يبقى اكتف ولا باسيف؟ معلومه مجهول معلوم طبعا، يبقى انت دي تستبعدها عشان باسيف. يبقى الاجابه have you been waiting. الجملتين دول انا او تلات جمل دول هتلاقيني عامل عليهم اكسترا ان هم مش عليك دلوقتي في اليونت ده، بس لو عايز تاخد عنهم فكره ممكن اقول لك، بس هم لسه مش في يونت 1 جايين قدام. It was، خلي بالك انها ماضي. It was so difficult to get up last Monday، last ماضي، for school. كان صعب عليا ان اصحى يوم الاثنين اللي فات اروح المدرسه. I not on my S's the night before
انا كنت سهران بكتب على المقال بتاعي الليله اللي قبلها ابدا اوصل. طبعا لو انت خدت بالك ان الجمله كلها لو خدت بالك ماضي. انا عارف ان ممكن ناس كتير تبقى كانت حلتها I have been working او I was working مثلا او I'm working. هو احنا اخدنا المضارع التام المستمر بيعبر عن تفسير لجملة في زمن المضارع. يعني مثلا بص كده فاهمك حاجة حلوة قوي. جملة زي كده He is tired. هو متعب. عايز تفسير ليه هو متعب؟ Because he has been working all day. لأنه كان بيذاكر طول اليوم. دي جملة في المضارع محتاجة تفسير. دي جملة تفسيرية. الجملة التفسيرية بتكون مضارع تام مستمر. طب ماذا لو الجملة دي كانت ماضي؟ يعني he was tired. الجملة التفسيرية هتبقى ماضي تام مستمر يعني have been working. ودي الجملة اللي موجودة في الواجب. انا قلت لك مش هنحلها ومش هنركز عليها عشان احنا لسه ما خدناش الماضي التام. بس برضه بديك فكرة عنها اهي. فالاجابة انا الصح المفروض تبقى have been working بس ده الجامعة لسه ما خدناهوش. برضه الجملة دي نفس القصة. برضه مش هنركز عليها قوي بس هديك فكرة عنها بس هو الجامعة لسه يجي قدام. The builders الناس العمال البنا had been putting up the scaffolding يعني كانوا واقفين على السقالة. جملة خلي بالك ماضي ده ماضي تام مستمر. when the roof عندما السقف وقع. طبعا هنا هختار في الماضي. ليه؟ عشان بس اهم حاجة بالنسبة لي ان اطبق قاعدة وين. بس احنا لسه الشكل ده لسه ما خدناهوش. اما انا قلت لك الشكل ده لسه ما خدناهوش بس انا بديك فكرة لسه يجي قدام. when ماضي الرصيد هنا ماضي تام مستمر. برضو مش انا اعمل لك اكس عليه عشان ده لسه الجامعة ده هناخده بالتفصيل قدام. She has not to visit Susan. هي راحت تزور سوزان. و she'd be home tomorrow. و هترجع البيت بكرة. يعني هي راحت ورجعت وراحت ولسه ما رجعتش. لسه ما رجعتش بقول لك هترجع البيت بكرة. طالما راحت ولسه ما رجعتش يبقى الإجابة هنا هتبقى ايه؟ جن. طب لو انت عملت بين يبقى راحت ورجعت. طب ما لو رجعت يبقى ازاي بقول لك هترجع البيت بكرة. طيب 16 برضه مش علينا. He is out of breath. لا دي مش تبقى فيها غلطة. سيبها خالص. She said She not to call me all day. She حلو قوي الجمله دي. هي قالت انك بتحاول تكلمني طول اليوم. لو خدت بالك عندك كلمه all day بتدل على الاستمرار فلازم حاجه في ing. I guess ان اغلب الناس اختارت has been trying. ماشي. الحقيقه انت فكرت صح بس في تركايه كده في النص وقعدك. هي كانت هتبقى has been trying بس في حاجه بوظت الموضوع. ايه اللي بوظ الموضوع؟ كلمه said. دي حاجة اسمها درس الغير مباشر كلنا اخدناها في السنين اللي فاتت. الإجابة كانت مضارع تام مستمر بس انا لما بشوف said او told لازم بحول ازمنها للاقدم فعشان كده has been trying هتبقى غلط والإجابة الصح had been trying عشان بحول has لهات. He not me about it four days. هو عمال يحكي لي عن الموضوع ده ليه كذا يوم. I wish he would stop. اتمنى يبطل بقى انا زهقت من الحواديت بتاعته. يبقى هنا حاجة ما زالت مستمرة. حاجة ما زالت مستمرة يبقى هي has been telling. طب ليه لسه ما خدتش is telling؟ ما is telling برضو ما زالت مستمرة عشان كلمة four days since four بتدل على المضارع التام. المضارع التام مستمر وليس ال present continuous المضارع المستمر. He has been phoning me. هو كان عمال يتصل بي not for an answer. He has been phoning me. هل طبعا ده زمن مضارع تام مستمر. هل ينفع every week every day بتدل على مضارع بسيط؟ last week ده ماضي. all week يا دي all week. طب ليه؟ لان قول دايما بتيجي مع الحاجات المستمرة وده زمن مستمر. اوكي. the university الجامعة نقط students here for over 20 years to do work experience. الجامعة بترسل ناس هنا ليها اكتر من 20 سنة خلي بالك for over 20 years since four عشان يكتسبوا خبرة. طيب since four يبقى انت عايز مضارع تام او مضارع تام مستمر. لو بصيت هتلاقي الاولى والتانية مضارع تام او مضارع تام مستمر بس الاجابة هتبقى اول واحدة اللي هي has been sending. طيب ليه يا عم ما تاخدتش has been sent؟ لان دي معمولة مادة مجهول انت عارف دي كده معناها ايه. دي كده معناها الجامعة ارسلت. هي الجامعة هي اللي ارسلت ولا هي بترسل طلبة؟ هي اللي بترسل.
فالجمله اكتف وليس باسف. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت تبعد عن الماضي التام والمستمر، لان لازم يكون في حدثين في الماضي واحد اقدم من التاني. You not good results over، حلوة أول جملة دي، over the last few years. Over زائد أي مدة زمنية، دي من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام أو مضارع التام المستمر. ده مضارع مستمر باي باي، ماضي مستمر باي باي، present simple باي باي، مضارع تام مستمر ناخده. وأنا عارف جم برضو فيها مشكلة الجملة دي، لما وصلت البيت my mother هي برضو ده جمع لسه هناخده قدام، بس عشان تعرف تميز بين ده وده وده، بس طبعا لسه هناخده بتفصيل. احنا اتفقنا اهم حاجة في الانجليش وانت بتحل ان شكل الرابط يطلع صح. ادي عندك رابط وين ماضي بسيط. لو اي حد اختار عايز بين كليننج، وده اظن اغلب الناس اختارته عشان هو ده الجامع بتاع النهارده والكلام ده، هتلاقي عندك ان شكل رابط باز وين ماضي بسيط مضارع تام مستمر، مفيش حاجة اسمها كده. اللي جاي بقى تبقى هنا ماضي تام، وين ماضي بسيط ماضي تام ليه بتساوي فول، بس طبعا ده لسه ناخده بالتفصيل قدام. Something is wrong with his car، في حاجه غلط في العربيه، في حاجه بايظه. So he not it to the garage، كده هو خدها للجراج. طيب حاجه حصلت في الماضي ان العربيه باظت، ولها تاثير في الحاضر ان هو بيصلحها دلوقتي. مين اللي بيعبر عن حاجه حصلت ولها تاثير؟ المضارع التام has taken. طبعا ما تنفعش has been taken يبقى هو كده هو اللي اخذ الجراج، هو خد العربيه برضه has taken هو اللي اخذ. The injured woman، السيدة المصابة، not to hospital، عايز اقول اخذت الى المستشفى. طبعا هي مش تاخد نفسها، فلازم مبني مجهول. لو انت ترجمت الجملة هتطلع معاك بسهولة جدا. takes هي اللي بتاخذ، has taken هي اللي اخذت، will takes her فتاخذ، has been taken اخذت. Paul برضو الجملة دي هنوقف عندها شوية. Paul not for work for over a year before he got a job. ادي عندك before بعدها ماضي، اهم حاجة شكل الرابط. هل ينفع بفوق بعدها ماضي وقبلها مضارع تام؟ لا طبعا. عارف الناس كتير اختارت هاز لوك ده عشان ده الجامعة بتاع النهاردة، عشان كده بقول لك لما تبقى واخد الازمنة كلها بتعرف تقارن ما بينهم. ده مش جامعة النهاردة عشان كده اعمل لك اكس، بس عشان تبقى فاهم الفرق ما بينهم. طبعا ما ينفعش بفوق ماضي بسيط ماضي مستمر، لكن ينفع بفوق ماضي بسيط الناحية التانية، ماضي تام او ماضي تام مستمر، فهتبقى هي الاجابة. بس طبعا الجامعة لسه يجي قدام. I not reading novels since I was a child. لا خدت بالك شكل الرابط اهم حاجه بالنسبه لي. since بعدها ماضي يبقى قبلها مضارع تام. حرفيا شكل الرابط لو انت طبقته هيخليك تحل الجمله من غير ما تفهم هي حتى بتتكلم عن ايه، ولا حتى تترجمها، ولا تعرف معناها. شكل الرابط كفايه. طبعا ما ينفعش since يكون قبلها مضارع بسيط ولا مضارع مستمر ولا حتى مضارع بسيط. I not my own computer for 3 years now. أنا معايا الكمبيوتر بتاعي ليه 3 سنين دلوقتي. طبعا for مع now، أنا قبل كده قلت لك إن ده من الكلمات اللي بتدل على مضارع تام مستمر. بس خد بالك إن الفعل have يملك ما يجيش أزمنة مستمرة. يعني ما ينفعش واحد هنا يقول لي I have مثلا been having. لا كده أنت مش فاهم. فعل have بمعنى يملك ما يجيش أزمنة مستمرة، فهتختار إيه؟ المضارع التام العادي. All the students in my class، كل التلاميذ الفصل بتاعي، not the exam already. already طبعا من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. are passed؟ لا. are passing؟ لا. are passing؟ have passed؟ زي الفل. she not the piano since the age of 6 and she still plays it. خد بالك انها ما زالت لسه بتلعب، يعني بتعزف على البيانو. وعندك since بيكون قبلها مضارع تام او مضارع تام مستمر. طب عشان نريح الكلام، ولد مستقبل باي باي، ماضي مستمر باي باي. she have، هزعل منك اول لو انت خدت she have، المفروض تزعل من نفسك اصلا، دي بصمه سودة في حياتك. المفروض تبقى she has been playing. how long do I miss احمد؟ قال له 14 years. how long دايما اجابتها بسنس فور زي ما انت شايف، لانها تسعى عن مده. هتختار have you known ولا have you been knowing؟ احنا اتكلمنا على الحتة دي المرة اللي فاتت. لو انت اخترت have you been knowing يبقى انت مذاكرتش الجامعة ده كويس. ليه؟ لان الفعل انه مستحيل يجي ازمنة مستمرة، يبقى الاجابة ايه؟ مضارع تام. she not the prize yet. she طبعا مش محتاجة اقول لك ان yet بتدل على المضارع التام المنفي. طبعا ده ABC English مضارع تام منفي، ده مضارع بسيط ماضي تام، دي مثبتة ما تنفعناش.
What have you been doing? انت بتعمل ايه ليك يعني بتعمل ايه وما زلت مكمل فيه. I know the history of the 2016 Olympic Games on TV. طبعا السؤال في المضايع التام المستمر فاجابتها تكون برضه مضايع تام مستمر ويحل نفسها اصلا. He not really hard or بيتدرب بجد since the world weightlifting championships in 2014. طبعا since بيكون قبلها مضايع تام او مضايع تام مستمر. دي باي باي. الإجابة أكيد has been training. اللي اختار دي أو دي ده ماضي تام وده ماضي تام مستمر، وإحنا اتفقنا على مبدأ ما ينفعش أبدا أستخدم الماضي التام أو ماضي التام مستمر غير ما يكون عندي حدثين في الماضي واحدة أقدم من التاني. مفيش حدثين يبقى الاتنين غلط. خش على اللي بعده. I'm not football for as long as I can remember. خطير التعبير ده، عايزك تكتبه في المذكرة عندك كده على جنب عشان هتحتاجه، ممكن يجي لك في امتحان شامل وانت ما تاخدش بالك. For as long as I can remember دي معناها لفترة طويلة، بس انت مش هتيجي معاك لو انت بتترجم ترجمة حرفية. نرجع مرة تانية. I have been playing or I was playing or I am played or I am playing football for as long as I can remember، يعني المدة طويلة. But for the last few months، لكن في اخر كام شهر، يعني عايز اقول انا بلعب كوره لمده ليه فتره طويله، بس في اخر كام شهر I have been playing squash regularly، يعني بلعب سكواش. طبعا 75% مثلا تقريبا الطلبه هتختار I have been playing. ليه؟ لانه هو شاف فور قال لك بس الاجابه اكيد مضيع تام مضيع تام مستمر. طب ثانيه واحده، ما لو مضيع تام مستمر اللي انت اخترتها اللي هي دي كده معناها ان هو لسه بيلعب كوره. طب ثانيه واحده، لسه بيلعب كوره ازاي وانا هنا بقول لك بس انا دلوقتي بلعب سكواش؟ يبقى هو بطل يلعب كوره. بطل يبقى انت عايز حاجه ماضي. فين الماضي؟ اهي عندك was playing ماضي مستمر. جمله حلوه علم عليها. I not to contact you for ages. انا ليا فتره عمال احاول اوصل لك. What have you been doing؟ انت بتعمل ايه؟ بحاول اوصل لك وما زلت. فيبقى كده الجمله مستمره. مستمره يبقى مضارع تام مستمر have been trying. لو اخدت بالك اصلا بقيه الجمله معموله مضارع تام مستمر، هو بيغششك اساسا. طبعا ما تنفعش ماضي ولا مستقبل. My phone not very well since I dropped it last week. طبعا since بعدها ماضي، اهم حاجه بالنسبه لك شكله بتطلع صح. ده ماضي تام؟ لا. ماضي مستمر؟ لا. مضارع مستمر؟ لا. اكيد الاجابه مضارع تام hasn't worked. I'm sorry I not really busy recently. recent من الكلمات بتدل على مضارع تام او مضارع تام مستمر. ده ماضي تام ما ينفعناش. ماضي مضارع مستمر. الاجابه have been. The little children's clothes الملابس بتاعه الاطفال not dirty موسخه because they have been playing in the park all day. لان هم بيلعبوا طول اليوم. خد بالك ان كلمه old بتدل على الاستمرار. هو بيدي لك مضارع تام مستمر. الجمله دي حلوه قوي. فاكر لما قلنا من شويه؟ بص الجمله دي اهي. هي استعد ومتعب because he has been working all day. لما يدي لك جمله في المضارع محتاجه تفسير، التفسير بيكون مضارع تام مستمر. انا هنا عكستها لك، اديتك المضارع التام المستمر اللي هو الجمله التفسيريه. طب الجمله التفسيريه دي بتكون تفسير لجمله في زمن ايه؟ المضارع. اهي اثبت على كده، انا مديك مضارع تام مستمر يبقى ده تفسير لجمله في المضارع. يعني عكست من الاخر يعني. طبعا الماضي هنا ما يلزمناش. I'm not in Alexander for 10 years now. طبعا for مع now دي من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع التام المستمر، فهاخد have been living. ما تنفعش مع الماضي. have been lived كارثيه، لان انت كده عملتها مبني مجهول، واساسا اساسا اساسا الفعل ما بيجيش مبني مجهول، فالفعل live اساسا ما بيجيش passive. اي فعل ما بيجيش بعدين مفعول مستحيل تعمله مبني مجهول. I not my homework for 2 hours. عندك 4 اهو. And I'm still doing it. وما زلت لسه بعمله، يعني لسه ما خلصتش. لسه ما خلصتش يبقى مضارع تام مستمر have been doing. والدو اكيد لا، مستقبل لا، ماضي لا. Mother not since noon. انا عندك since. She hasn't finished it. ما بتطبخ منذ الظهر ولسه ما خلصتش. لسه ما خلصتش يبقى ده زمن ايه؟ مضارع تام مستمر has been cooked.
ولسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش، يبقى زمن ايه؟ مضارع مستمر has been cooking. لو انت قلت was cooking مش هيروح يقول لك انها لسه ما خلصتش، ماضي، الماضي خلص بكل تفاصيله. طبعا تفاعل الماضي التام المستمر او الماضي التام لازم يكون في عندك حدثين في الماضي، هو انا ما عنديش حدثين في الماضي اصلا. I know that book you lend me and I'm really enjoying it. انا بقرا القصه اللي انت او الكتاب اللي انت اديتهولي والحقيقه انا مستمتع بيه. خدت بالك كلمه مستمتع ومستمتع دلوقتي، يبقى هو لسه بيقرا فيه لحد دلوقتي، يبقى كده الحاجه المستمره يبقى مضارع تام مستمر have been reading. طبعا لو انت قلت was reading يبقى انت قريته وخلصت، لو انت قريته وخلصت ما كانش هيقول لك انا مستمتع بيه دلوقتي، ما تنفعش. ودي read ماضي او مضارع بسيط ما تنفعش برضه. This author المؤلف ده نقط several books ألف كتب عديدة، but I haven't seen any of them in the shops. بس أنا ما شفتش أي من الكتب دي في المحلات. طيب هو كتب وخلص يبقى has written مضارع تام. لو أنت قلت writes يبقى هو بيكتب، بس المضارع البسيط ما يجيش حاجات مع الحاجات اللي فيها عدد أو كمية، يعني كلمة several يعني عديد. الزمن اللي بيجي مع العدد والكمية هو دايما المضارع التام. برضو is writing يبقى هو بيكتب دلوقتي اثناء ما احنا بناخد الحصة او انت بتتفرج على الفيديو بيكتب دلوقتي. انا ليش ده او بيكتب ايه دلوقتي؟ بتكلم بقول لك هو ليه كتب عديدة، كتب كتب عديدة، يبقى has written. How long have you been learning English؟ من امتى وانت بتتعلم English؟ I thought I was 8 years old. منذ ان كان عمري 8 سنين. منذ اللي هي ايه؟ since. What not in geography recently؟ recently مؤخرنا وحديثة، ودي من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع التام او مضارع التام مستمر. ده ماضي مستمر ما يلزمناش، مضارع مستمر ما يلزمناش، مضارع تام مستمر يلزمنا، مضارع بسيط ما يلزمناش، من غير ما تكمل الجملة اتحلت. How long has your father been working in for his company؟ من امتى وراك بيشتغل في الشركة دي؟ I don't know about 2 years. ليه سنتين؟ مش انت بتقول for 2 years، for a year، for 10 years، اهي for. طبعا ما ينفعش اقول هنا ايه خالص في نهايه الجمله من فيا، اللي بيجي بعدها مده هي for. Have you finished this exercise not؟ حلو قوي السؤال ده، ولو اتسرعت اكيد هتغلط فيه. Have you finished this exercise already؟ هو انت خلصت التدريب ده بتاعك بالفعل؟ احنا قلنا لما بنستخدم already في نهايه السؤال ده كده بيعبر عن الاندهاش. هو انت خلصت اكسرسايز بالفعل؟ يس. رد عليه قال له يس اي هاف فينيشد، ايوه انا خلصته. طبعا هي الجمله ممكن تكون مش صعبه لان انا مش مديلك يت، مش متحير يعني فيها، تيجي جمله قدام بيت. طبعا هنا مش هستخدم سينس ولا ايفر ولا فور في السؤال اساسا. They have been playing squash all morning. هما بيلعبوا سكواش طول الصبح. That's why لذلك they look exhausted. عشان كده هما يبدو منهكين. نفس اللقطة اللي قلناها من شوية لما اديلك جملة في المضارع التفسير ليها مضارع تام مستمر. أنا عكست اديتك المضارع تام مستمر للجملة التفسيرية. دي بتكون تفسير لجملة زمنية المضارع. فأنا خدت الإجابة هنا إيه؟ مضارع اللي هي look. هقول لك بس كده معلومة على جنب يعني هتحتاجها قدام مش دلوقتي. لو كانت الجملة دي معمولة had been playing يعني ماضي تام مستمر كان هناخد الإجابة looked زي ما عملت لك هنا. لو الجملة ماضي يفسرها ماضي تام مستمر، مضارع يفسرها مضارع تام مستمر. الجملة دي حلوة جدا بس ركز معايا فيها. My brother has just passed ولا has just been passing his university exams، امتحانات الجامعة. That's why he looks so happy، عشان كده هو يبدو سعيد. هنا هتبقى الإجابة has just passed. طب ليه يا عم has just been passing غلط؟ ده انت لسه حالا شايح زيها. ان لما اديني جملة في المضارع محتاجة تفسير، عايز تفسير ليه هو يبدو سعيد، المفروض تبقى مضارع تام مستمر. ده سؤال حلو. مبدئيا just ما بيجيش مضارع تام مستمر، وده اول حاجة. تيجي مضارع تام عادي. تاني حاجة لو انت عملتها just been passing هو عمال يجتاز في الامتحانات، هو فرحان عشان اجتاز وخلص. طب يبقى الإجابة has just passed. My father not to Asia 6 times. حلو السؤال ده، عايز أقول عم بابا راح آسيا
ست مرات in the last two months. حلوة قوي. In the last two months. الإجابة هتبقى has traveled وانت مغمض. طب ليه وانت مغمض؟ حلو سؤال. لو انت قلت لي last two years, last two months, ده أكيد ماضي بسيط عادي. لكن in the last زائد مدة زمنية دي من الكلمات الدالة على زمن المضيع التالي. We are going to Kentucky. احنا هنروح كنتاكي for dinner tonight. هنروح نتعشى في كنتاكي. I know it's there a couple of times before. انا روحت هناك a couple of times, مرتين قبل كده. Have been طبعا. ليه؟ لان كلمة a couple of times ده عدد مرات. الزمن اللي بيجي مع عدد المرات هو زمن المضارع التام. طبعا ما ينفعش ماضي تام. الماضي التام عندك ترتيب احداث. Have you not tried to write your name and address with your left hand? هل سبق لك انك حاولت انك تكتب اسمك وعنوانك بايدك الشمال؟ بتكلم هنا عن تجارب وخبرات فهتستخدم ايه؟ ever. طبعا نيت في نهايه السؤال ما تنفعش. It is the best decision, the افضل قرار I have made in my life. سبق لي انا عملته في حياتي. هنا بتكلم عن تجارب وخبرات برضه بتستخدم مضارع تام. فهو كمان ever من الكلمات الدالة على المضارع التام. واحد يقول لها have ever done. حلو السؤال ده برضو. الناس اللي اختارت have ever done عارف ليه غلط؟ لان كلمة decision تاخد الفعل make وليس do. سؤال حلو ده علم عليه. ده بالنسبة للجزء بتاع present perfect. ندخل الجواب بتاع past simple و past continuous. He not need much sleep. هو ايه عايز اقول ايه نوم كتير but he does now. بس هو دلوقتي محتاج عايز يبقى هو دلوقتي محتاج ينام كتير. بقى زمان ما كانش متعود او ما كانش محتاج ينام كتير. المعنى هنا اللي حكمني فهتبقى الاجابة didn't use to. وبعدين خلي بالك used اللي انت ممكن بعض الناس اختارتها ما فيهاش to فما فيش داعي للحيرة اصلا يعني. Not you used to play with dolls. هل انت كنت متعود تلعب بالدولز عايز اللعبة؟ طبعا يوز مصدر فبتسأل بديد برضو سهلة جدا. While he was finishing one story بينما هو كان بيخلص او بيفنش في قصة he was thinking of another one. كان بيفكر في قصة ثانية يعني شغال بيفنش في واحدة بيفكر في فكرة جديدة للقصة الجديدة. الحدثين كانوا مستمرين مع بعض. اهم حاجة تفرق معك ان شكل رابط تطلع مظبوط. While ماضي مستمر ماضي مستمر لو بسيط تلاقي رأي الحاجات ضايعين خالص. ما ينفعش while ماضي مستمر مضايع بسيط ولا مضايع مستمر ولا مضايع تام. My last email اخر email not to six people. كلمة last كفيلة في حد ذاتها ان تفهمك ان انت تستخدم جملة في زمن الماضي. اخر email ليا ارسلها لستة اشخاص. طبعا send يبقى هو اللي بيرسل وكمان مضارع. was sending يبقى الايميل هو اللي كان بيرسل. لا طبعا اخر email ارسلها مبني مجهول يبقى was sent. when she not seven لما كان عندها سبع سنين she wrote a poem with which won a prize. when she not seven she wrote. اهم حاجه بالنسبه لك انه شكل الرابط يطلع صح. when ماضي بسيط وده هنا ماضي بسيط. هيجي واحد يقول طب انا ما خدتش ليه was being لان الفعل بي اساسا ما يجيش ازمنه مستمره. تقول لي يا لسه لا بس انا كنت بشوف being قبل كده. انت كنت بتشوف being في المبني المجهول بس يعني مثلا am is are زائد being زائد البي بي ده البينج اللي انت كنت بتشوفها مبني مجهول. طيب شي نوت بوتري. حلو قوي السؤال ده. هي يعني ايه بتكتب شعر يعني سبع سنين او كان لمده سبع سنين but now she writes novels. لو انت اخترت هاز ريتن حلو. لو انت قلت هي يعني بتكتب شعر يعني سبع سنين يعني ما زالت بتكتب. طب ما زالت بتكتب ازاي وانا هنا اقول لك بناو لكن دلوقتي هي بتكتب روايات يبقى هي كده بطلت تكتب شعر. بطلت تكتب شعر يعني حاجه حصلت وخلصت وانتهت بشكل كامل في الماضي يبقى ماضي بسيط. لكن هاز ريتن يبقى ما زالت بتكتب. This film not by Thomas Wilson. الكتاب ده او الفيلم ده اخرج بواسطه توماس ويلسون. اخرج لان هو اكيد لازم مبني مجهول ان هو مش بيخرج نفسه فلازم باسيف يبقى was directed. لو انت قلت directed يبقى الفيلم هو اللي اخرج. Yesterday امبارح my sister not near book ادتني كتاب
And I had finished reading. She had finished reading the day before. خلصت قرايته اليوم اللي قبله. طبعا yesterday ماضي فأكيد لقيت الماضي دي سهلة أوي. At the age of 7 في سن السابعة my parents نقلتني to Jordan. والدي أخذوني إلى Jordan. طبعا at the age of 7 كفيلة أنا أتفهمك إن الجملة كده في زمان الماضي. في سن السابعة والدي took me أخذوني إلى الأردن. At the age of 7 على الجملة دي في سن السابعة he not a prize هو أعطي جائزة for a drawing of an animal لأنه رسم رسمة حيوان هو أعطيه مش هو اللي بيدي لنفسه الجائزة فلازم مبني مجهول يبقى was given someone phoned me حد اتصل بيا while I not the dinner بينما أنا كنت بجهز العشاء خد بالك إن شكل رابط أهم حاجة بالنسبة لك at while قبلها ماضي بسيط يبقى بعدها هنا ماضي مستمر يبقى الإجابة was cooking someone phoned me شخص اتصل بيا بينما انا كنت بجهز العشاء في حدث هنا كان مستمر وقطعوا حدث تاني وهو ماي كار حلوة قوي الجملة دي بينما العربية بتاعتي not I went shopping انا وقت اتسوق طبعا انا I guess ان في ناس كتير اختارت was mending بس طب تعالى نفهمها شوية همشي معاك انها was mending لو هي while my car was mending بينما العربية بتاعتي كانت بتصلح هي العربية تصلح نفسها يعني ولما بينما العربية كانت بتصلح بتصلح طبعا ما بتصلحش نفسها انت عايز صحيح past continuous ماضي مستمر بس كمل جميلك عشان تبقى فاهم بقى اعمل ماضي مستمر مبني مجهول يبقى was being mended while my mother was doing the washing up بينما ماما كانت بتغسل الأطباق my baby sister أختي الصغيرة حلو السؤال ده برضو not after انا همشي معاك وهفكر بفكرك عشان تبقى عارف جت منين وراحت منين انت اخترت was looking من غير ما اسالك عملت ايه بس كده معنى الجمله ايه بينما ماما كانت بتغسل الاطباق اختي الصغيره كانت بتعتني البيبي الصغيره هتعتني بنفسها بلاش هتعتني بمين بيبي سيستر اختي الصغيره كان بيعتنى بها فانت صحيح عايز ماضي مستمر عشان الحدثين مستمرين مع بعض في الماضي لكن انت محتاج الماضي المستمر تخليه مبني للمجهول فهتبقى was being looked the injured woman نقلت to hospital الست المصابة اخذت الى المستشفى اكيد الست مش تاخد نفسها يعني انت عايز حاجة مبني مجهول الوحيدة اللي فيهم مبني مجهول اساسا has been taken I met him a few days ago انا شفته وقابلته من بضع ايام طبعا مش محتاج اقول لك ان اجوبه الدل على الماضي بسيط اكيد كل الناس حلتها صح الاجابه سو برافو عليك شي نوت ا ماجازين وين سمبادي نوكد ات ذا دور هي كانت بتقرا قصه لما حد خبط على الباب واضح جدا من معنى الجمله ان في حاجه صارت على التاني يبقى وين ماضي بسيط اهم ادوني الناحيه التانيه ينقصني ايه ماضي مستمر يبقى الاجابه واز ريدنج هي سيد هالو تو ماي انكل هو قال هالو لعمي باي كودنت هير مي أو I said hello to my uncle أنا قلت hello لعمي بس هو ما سمعنيش because لأنه he not to the radio لأنه هو كان بيسمع الراديو كان بيسمع فأي مرة أنت تحب تقول كان بيسمع كان بيذاكر كان بيلعب أي حاجة كان بيعمل ده يبقى ده ماضي مستمر يبقى الإجابة was listening كان بيسمع أنت لو قلت has listened انا قلت هلو العمي بس ما ردش عليا او ما سمعنيش لانه سمع الراديو ولا كان بيسمع الراديو كان بيسمع وانا واز يعني لما كنت صغير ونقت ان ا سمول فيليج لما كنت صغير كنا متعودين ان احنا نعيش في قريه صغيره طبعا وين ماضي اهم حاجه شكل رابط اكيد هنا ما تنفعش وين ماضي والناحيه الثانيه مضارع باي باي طبعا وماضي والناحيه الثانيه جيت مضارع برضه باي باي Where used to غلط ليه غلط لان المفروض دي بعدها ing لكن هنا مفيش ing When I was younger لما كنت صغير we not live in a small village الجملة دي لو خدت بالك هنا وين ماضي زي ما انت شايف يبقى لازم اهم حاجة شكل رابط بالنسبة لك الناحية التانية ماضي فدي باي باي عشان قال ودي برضو جيت مضارع ما تنفعش طب ليه where used to غلط انه المفروض where used to بعدها ing انا هنا مدي لك ليف في المصدر
هتنفعش. يبقى الإجابة used to. هل he couldn't answer the phone because he نقطة شاور، ما قدرش يرد على التليفون لأنه أخذ شاور ولا كان بياخد شاور؟ كان بياخد، كان بياخد. دي تترجم دايما ماضي مستمر. I not a book when somebody knocked on the door. أنا إيه كتاب عندما شخص ما خبط على الباب؟ أنا كنت بقرأ كتاب لما شخص خبط على الباب. كنت بقرأ يبقى was reading. طبعا أهم حاجة اتفقنا إن شكل الأرض يطلع صح، ما أدوين ماضي بسيط، الناحية التانية ماضي مستمر. They not to spend the feast، feast اللي هو العيد، with us every year، معنا كل سنة، until we moved حتى عزلنا. They used to spend the feast. طبعا used to زي باب زائد فعل في المصدر. لو انت قلت are used او فكرت في are used المفروض تبقى are used بعدها ing spending، فما تنفعش. وكمان اهم حاجه شكل رابط until بعدها ماضي، فلازم يكون قبلها ماضي برضه. Not I started. حلوه الجمله دي. Not I started my job. خلي بالك كانت بالفعل الماضي. الناحيه الثانيه I have met important people from all over the world. مين الرابط اللي يجي بعديه ماضي بسيط، والناحيه الثانيه مضارع تام perfect sense. انا عارف ان في ناس كتير ممكن تكون اختارت وين، بس ما فيش شكل من اشكال وين ماضي بسيط مضارع تام. عارف انت غلطت فيها ليه؟ غلطت عشان عينك مش متعوده تشوف سنس في الاول، بس انت كل اللي يفرق معاك ان شكل الرابط يطلع صح. سنس بعدها ماضي، الناحيه الثانيه مضارع تام. When I was reading the newspapers، بينما انا كنت بقى الجورنال، the telephone rang. واضح جدا ان في حدث قطع التاني، وكمان شكل الرابط while ماضي مستمر، الناحية التانية rang ماضي بسيط. Where not your sister used to live، where did your sister used to live، طبعا used to مصدر. While I was doing the shopping، بينما انا كنت بعمل shopping، I know at one of my friends، قالت while ماضي مستمر، الناحية التانية تبقى ماضي بسيط، حدث قطع التاني. طبعا اي حاجه من دول هتلاقي شكل الرابط باظ زي ما اتفقنا. اهم حاجه شكل الرابط، لو انت بتطبق شكل الرابط حرفيا انت ممكن تحل من غير ما تترجم الجمله اصلا، فدول شكل الرابط غلط. علي نوع ترافلنج باي سي، حاجه بيجي بعدها ان جي بقى از يوز تو، بعدها ان جي از يوز تو ترافلنج. طبعا يوز تو ما تنفعش لان المفروض بعدها مصدر. While I was at home I saw some of my friends. While I was walking home، بينما انا كنت بتمشى رايح البيت انا شفت بعض من اصحابي. While I was walking، while دايما بعدها ماضي مستمر، ما ينفعش مضارع بسيط ولا ماضي تام ولا مضارع مستمر. On بيجي بعدها ايه؟ مش هكمل. الإجابة ING. On ING على طول. On watching the film، علي كيم عند مشاهدة الفيلم، علي وصل. They saw the fighting people while، خد بالك ان while مفيش فاعل، يبقى while هنا هيجي بعدها ing. My sister knocked the room while I was making tea، اختي كانت بتنظف الاوضة عندما او بينما انا كنت بعمل شاي. حدثين كانوا مستمرين مع بعض محدش يوم قطع التاني، يبقى my sister was cleaning the room while I was making tea. What were you doing، كنت بتعمل ايه؟ When I phoned you، كنت بتعمل ايه عندما اتصلت بيك؟ واضح ان في حدث قطع التاني. وكمان شكل الرابط ادي ماضي مستمر، يبقى بعد وين انا هجيب فون. طب ليه ما خدتش was phoning؟ هل ينفع عندك وين ماضي مستمر وماضي مستمر؟ طبعا لا. They saw the accident، هما شافوا الحادثة. While not at home، while مفيش فاعل، يبقى ing. During the holiday، أثناء الأجازة، تامر نقط فوتبول every day. حلو السؤال ده. يعني هزعل منك أول لو أنت قلت تامر وير، عيب عليك أوي يعني، هي المفروض تبقى تامر واز. طب أقول لك الجامدة، حتى لو واز الإجابة تبقى غلط. ليه؟ مبدئياً ما ينفعش every day اللي هي كل يوم اللي بتعبى عن عادة في الماضي. عادة في الماضي يبقى بتستخدم ماضي بسيط ولا ماضي مستمر معاها؟ ماضي المفروض بسيط، يبقى بلايت. It's time we not home، حان الوقت ان احنا نروح البيت. It's time we went home. حلو جدا السؤال ده. طبعا لو انت مش فاكر احب افكرك ان كان في ثلاث حاجات. It's time وI'd rather وI wish، خدناهم شرح الماضي بسيط. دول لما بيجي بعدهم subject فاعل، بعد الفاعل هنجيب
فارس سيمبل ماضي بسيط. امتى الكلام ده بعمله؟ لما احب اعبر عن المضارع، للتعبير عن المضارع. قلنا في الشرح ان احنا بنرحل زمن لورا، التلاته دول عشان يعبروا عن مضارع بنصرف الفعل في الانجليش في الماضي البسيط. يعني دي ترجمتها الوقت ان احنا نروح البيت دلوقتي، مش روحنا. It's time. طبعا انا ممكن كنت اخدعك اكتر لو مدي لك ناو فكنت انت هتتعشم وتختار جو مثلا، برضو كانت تبقى الاجابة غلط. It's time حان الوقت. لما احب اقول الحاجة دي حان وقتها دلوقتي، نجيب الفعل بزمن الباست سيمبل. نبدأ شوية بالجزء بتاع الكومبرينشن، وبس عايز اتكلم معاك في حاجة كده قبل لما نبدأ الكومبرينشن. بص شوية، ناس كتير جدا بتهمل في الجزء بتاع الكومبرينشن ويقول لك ايه يا مستر انا اللي خلينا كل القطع دي وفي الاخر هتيجي قطعة من برا. بص لو انت بتفكر كده، خليني اسألك سؤال. ليه على الرغم قطعة الكومبرينشن بتيجي من برا الا ان في واحد بيقفلها واحد بنقصله فيها 3/4؟ سألتش نفسك السؤال ده على الرغم انها جديدة على الاثنين؟ الفرق بيخلي واحد بيقفل انه فيه واحد متمرس على حل الكومبرينشن وواحد مش متعود يحل خالص، فطبيعي مش متعود على السؤال ده فبيغلط كتير. دي حاجة. الكومبرينشن صحيح سؤال بيجي من برا، ولكن هو في تكنيكس معينة للأسئلة هنتعرف عليها مثلا دلوقت. التكنيكس دي انت بمستويات بيعرف حل الكومبرينشن لما تبقى عارف ازاي بتتعامل مع اساليب السؤال. يعني مثلا الفكرة الرئيسية للقطعة طبقا الباسج مش عارف بيتكلم عن ايه، الحاجات دي مش هتيجي معاك من اول مرة ولا تاني مرة، لازم تكون متعود على حل الكومبرينشن. وتنساش ان انت برضو عندك في ثانوية عامة 2 كومبرينشن عليهم 16 درجة، ما ينفعش التريسك ب 16 درجة. يلا نبدأ القطعة معاك افهمها لك وكان نخش على الاسئلة. بس لو انت عايز طريقة صح تحل بيها كومبرينشن، احسن طريقة تقرأ الاسئلة الاول وبعد كده تقرأ القطعة، كده هتعرف تجيب الاجابة بالظبط من بين السطور. قرأت القطعة على محلها نقطة تقيلة، فلو عندك غلطات فده عادي لان هي قطعة تقيلة فعلا. طب تعال نقرأ كده مع بعض. ريسيرش الابحاث او ابحاث بتقترح suggest that by 2040 بتقول ان قبل 2040 all of the ice كل التلج locked in the arctic ocean اللي موجود في القطب او المحيط القطبي will have melted هيكون dead. خد بالك من القطعة دي كلها لعب بالاسلوب بتاع السؤال، يعني بيقولوا ان قبل 2040 التلج ده هيكون داب. In just the last 30 years في اخر 30 سنة the area of sea ice in the arctic المنطقة بتاعت القطب الشمالي has shrunk قلت by 50% 50% and its volume has fallen by 75% والفوليوم بتاعها قل بمعدى 75%. And an alarmingly وبشكل منذر او خطر يعني the melting process appears to be speeding up عملية دوران الجليد عمالة تزداد في السرعة بتاعتها. The reason for this loss السبب في هذه الخسارة of ice للتلج يعني is of course global warming هو الاحتباس الحراري هو السبب لده. currently حاليا the earth is about 1 degree celsius warmer than it was some 200 years ago. دلوقتي درجة الحرارة قلت درجة مئوية عن لما كانت 200 من 200 سنة فاتوا. before industrialization قبل موضوع الاندستريشن اللي هو عصر الصناعة، يبقى هو ده السبب اللي خلى درجات الحرارة تزيد. and although most of the leading industrial nations على الرغم ان الدول الصناعية الرائدة have agreed to take steps، خد بالك من الجملة دي عشان عليها سؤال، على الرغم ان الدول الرائدة في الصناعة اتفقت agreed to take steps انها تاخد الاجراءات، بص الكلام بص الصيغة، to ensure that the average temperature doesn't rise عشان يتأكدوا ان التمبريتشر ما تزيدش فوق الاثنين درجة سليزيوس. بص بقى اللعبة بالاسلوب. It's by no means certain that this target will be reached. بص الجمال بقى. It's by no means يعني من المستحيل ان الهدف ده يتم تحقيقه. خد بالك من الاسلوب عشان هيلعب بالاسلوب في الاسئلة. In any case على اي حال as the arctic القطب الشمالي is warming كل ما بيزاد دفئا يعني حرارة faster than other parts of the world وبيزاد اكتر من باقي الاماكن في العالم.
average temperatures in the region are expected to be between 5 degrees Celsius and 9 degrees higher than the average for periods. يعني متوقع درجة الحرارة تبقى زيادة 5 ل 9 درجات زيادة عن لما كانت من سنة 86 2005. Of course it's not only the Arctic, مش بس كندا في الجزء القطبي, that is losing ice, اللي بيفقد الجليد. Science are recording shrinking shrinkage of glaciers all over the world. العلماء كمان لاحظوا في نقص او انكماش في الانهار الجليدية, glaciers يعني انهار جليدية, في كل انحاء العالم. Some science, بعض العلماء believe, بيعتقدوا, it may be impossible, ربما يصبح من المستحيل to reserve ان احنا نحافظ على هذه this trend, نحافظ على هذه النزعة والاتجاه. One reason is that once the snow and ice have melted, واحد من الأسباب ان بمجرد ان التلج ده بيدوب, a different thermal dynamic is created, بيتم خلق ديناميكية حرارية. The whiteness of snow, درجة البياض بتاعة الجليد, and ice reflect the sun's heat, بتعكس حرارة الشمس. يقول لك اللون الأبيض بيعكس الحرارة, زي يقول لك الأسود العكس, بيمتص الحرارة. Helping to keep the earth cool, وطبعا لما بيمتص الحرارة ده بيخلي الأرض باردة شوية. But when the ice and snow have gone, بس لما يختفي بقى الجليد, there is just dark surface, هيبقى المكان مظلم. Which absorbs heat, وده هيمتص الحرارة, accelerating the warming process, وده هيزود عملية السخونة أو هيسرعها. As temperatures in Arctic regions rise, كل ما بتزيد الحرارة في المناطق القطبية, the permafrost, الأماكن دائمة التجمد, in the tundra melts, في مكان اسمه سهل تندرا, حاجة علمية شوية, مكان الجليد فيها بيدوب. Releasing the greenhouse gas, وده بيطلق الغازات بتاعت احتباس الحراري زي الميثان والسي او 2. Further contributing to global warming, وده بيساعد في انتشار ذرات الاحتباس الحراري. As Arctic sea temperatures, خد بالك من الحته دي عشان في لعب في صيغه السؤال. لما درجه الحراره دي بتزيد, sea life, الحياه البحريه, خد بالك من الاسلوب, such as crust oceans, زي القشريات, algae, الطحالب, and the plankton, العوالق, will find it more difficult to adapt. التلت مخلوقات دول هيجدوا من الصعب ان هم ايه يتأقلموا مع ارتفاع درجة الحرارة. This will have a chain effect, وده هيكون ليه تأثير on Arctic fish, على الأسماك اللي عايشة في الجزء القطبي. Which depend on such life, خد بالك من ده بقى. الأسماك دي بتعتمد على أنماط السي لايف دي اللي احنا قلناهم التلاتة دول for food. يبقى خد بالك الاسماك اللي في الجزء القطبي بتعتمد على الكاست اوشنز والالجي والبلانكتون, التلات حاجات دول كغذاء ليهم. والتلات حاجات دول لو ارتفعت درجه الحراره مش هيعرفوا يتاقلموا مع الارتفاع ده, فبذلك هتموت مثلا الكائنات دي, وذلك السمك مش لاقي حاجه ياكلها. لارج انيمال ساتش اس سيلز and polar bears, الحيوانات اللي زي الدب القطبي, will also be affected, كمان هتتأثر. Another potential danger is that changes in sea, كمان في حاجة تاني, خطر تاني, ان التغيرات في درجات حرارة البحر and the salinity, والملوحة, درجة الملوحة يعني, will affect ocean currents, هتأثر على التيار بتاع المحيط, leading to more erratic weather patterns, وده هيخلق أنماط من الجو غريبة الأطوار, غريبة, and cases of more extreme weather conditions, وكمان درجات قارصة للحرارة, such as storms, وهيحصل عواصف, or sudden heat waves, أو أمواج حارة. The melting of glacier ice, ذوبان التلج اللي في القطب, in general is worrying, مقلق, for several reasons, لأسباب عديدة. First of all, أولا, glacial ice, التلج القطبي, is an important source of fresh water, ومصدر للمية, needed for human consumption, محتاجينها للاستهلاك البشري, and for agriculture, وكمان عشان الزراعة. Much of the agriculture production, جزء كبير من الانتاج الزراعي in California, for example, على سبيل المثال, is dependent on the melting of snow, بيعتمد على جزء كبير على ذوبان الجليد, on the Rocky Mountains, في الجبال الصخرية, during summer, أثناء الصيف. But if there is little or no snow in the winter, بس لو التلج ده أصلاً قل
إلا مين اللي هتأثر؟ الفلاحين والزراعة بتاعتهم. Farmers will not be able to irrigate the crops, مش هيعرفوا يزرعوا المحاصيل، ما هو خلاص بقى مية قليلة. The second point concern is rise in sea levels، كمان ارتفاع مستوى سطح البحر لأن التلج بيدوب. دكتور توينا مون، ده اسم واحد، هتلاقي حروفه كابيتال، ده اسم شخص. Of University of Colorado، ده بيشتغل في جامعة اسمها كولورادو في أمريكا. Boulder writing in the journal Science started، ماله الراجل ده؟ stated، وضح وقال this loss of Earthland ice، الخسارة بتاعة الجليد ده of international concern، is of international concern، بيسبب قلق عالمي. Rising seas will يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. To which melting ice is a key contributor، وده ذوبان الجليد هو سبب في ان ده مستوى سطح البحر بيزيد. Are expected to displace millions of people within the lifetime of many of today's children، وده هيأثر على الناس يعني فيما معناه سريعا كده. Many science علماء كتير including Dr. Moon fear، كتير من العلماء خايفين ان that it may be too late، ان هما يبقى خلاص فات الاوان to receive the risk، ان احنا نعرف نعوض الخساره دي of sea and glacier ice بتاع ذوبان الجليد. At the same time، في نفس الوقت it's quite clear، كمان دلوقتي من الواضح that more efforts، انه في جهود اكتر must be made، يجب ان تعمل to reduce global greenhouse gas emissions، عشان نقلل الانبعاثات بتاعت ثاني اكسيد الكربون والانبعاثات دي والميثان، in order to minimize، عشان نقلل الدامج الضرر already caused اللي تم حدوثه. هنبص كده على الأسئلة. أصعب سؤال ممكن تقابله في امتحان الإنجليش في ثانوية عامة هو السؤال ده. بص يا سيد، the main idea of the passage، الفكرة الرئيسية للباسج، وممكن يعلي الفولت شوية يقول لك the best title of the passage. مشكلة السؤال بتاع the best، بس مش موجودة في القطعة دي، إن هو هيدي لك أربع اختيارات، هو غالبا الأربعة صح، أنت مش بتختار في واحدة صح أو ثلاثة غلط، لا 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 خالص، بيبقوا الثلاثة كلهم صح بس أنت عايز أنسب واحدة. طيب موضوع المين، الفكرة الرئيسية للباسج، تعالى نقرأ كده مع بعض. هل severe loss of ice deprives California of its agriculture production، يعني الخسارة بتاعة الجليد في كاليفورنيا أدت إلى تأثر الزراعة؟ أنا ماشي، هو اتكلم عن كاليفورنيا هنا بس مش القطعة كلها بتتكلم عن موضوع كاليفورنيا، ده كان باراجراف واحد. دايما لما اقول لك اختار المين ايديا، انت عايز اكتر فكره جنرال، اكتر فكره عامه بيتكلم عنها. The shrinking in the sea ice area is a reversible process، الانكماش بتاع او الجليد بيقل هي عمليه زي متجدده يعني، او بتحصل بالعكس؟ لا برضو. Global warming results in damaging rising temperatures in the Arctic regions، الاحتباس الحراري يؤدي الى تدمير او درجات الحراره المرتفعه في الجزء القطبي. هو ده اللي بيتكلم عنه، الاحتباس الحراري والجزء كام على الجزء القطبي، هو فعلا كام عن ده. برضه نكمل. Industrialization has already created an ice free world، العصر الصناعي خلى العالم خالي من الجليد، لا ما خلاهوش خالي، هو فيه بس بيقل. طيب it's expected، من المتوقع that most of the leading industrial nations، متوقع ان معظم الدول الصناعية will certainly، حلو السؤال ده، هل manage to keep the average temperature constant، تتمكن انها تحافظ على درجة حرارة ثابتة، نشوف. Reach the target they have agreed on، يوصل لهدفهم اللي اتفقوا عليه. لو خدت بالك انا قلت لك في لعبه بالاسلوب في القطعه دي. Fail to maintain the average temperature as agreed on، يفشلوا في ان هم يعرفوا يوصلوا متوسط درجه الحراره المتفق عليه. ولا take steps to ensure that the average temperature doesn't rise above 2 degrees، ولا هم يتخذوا اجراءات ان هم درجة حرارة ما تزيدش عن 2 درجة سليزيوس. أظن 90% من الناس اختارت دي، بس هي الإجابة غلط. ليه؟ تعال نرجع أقول لك هو لعب بالأسلوب إزاي واشتغلك. بص، الاختيار التاني هو بيطمعك، اللي حطيتك تحت خط ده. بيقول لي ألزوم موست أوف ذا ليدنج، على الرغم إن معظم الدول الصناعية اتفقت إنها two steps to ensure ان هم ما يخلوش درجة الحرارة تزيد doesn't rise،
عن 2 سليزيس. دي الجزء اللي انت اخترته ان هم اتفقوا ان هم درجه حراره ما تزيدش عن 2 سليزيس. بس لو انت خدت كده انت خدت جزء من الكلام وطرت. لو كملت بيقول لك بعد كده هو بعد ما قال لك الحاجه وطمعك راح نفاها لك. It's by no means, بس ده من المستحيل that this target will be reached, ان الهدف ده يتم تحقيقه. يعني قال لك هم اتفقوا ان هم ما زودوش درجه الحراره عن 2 سليزيس, بس ده مستحيل يحصل. انت خدت الجزء الاول, فهمت الفكره؟ فهنا نرجع بقى للسؤال بتاعنا. فيل ان هم هيفشلوا في ان هم دكتور فيتويلا مونات اوف يونيفرسيتي اوف كولورادو, ده اسم واحد بيشتغل في جامعه كولورادو, بولدر رايتنج ان ذا جورنال ساينس, بيكتب في مجله علميه, ستيتد, وضح ذيس لوس اوف ايرثلاند ايس, الخساره بتاعت الجليد بتاع كوكب الارض ده, از اوف انترناشونال كونسيرن, يعني بتقلق ناس كتيره. Rising seas, ارتفاع منسوب البحر, to which melting ice is a key contributor, اللي هو سبب من أسبابها الأساسية انهيار الجليد, are expected to displace millions of people within the lifetime of many today's children, ده هيأثر على حياة ملايين من الناس. Many scientists including Dr. Moon fear that it may be too late, ناس كتير منهم دكتور مون فاكرين أو معتقدين أنه ربما يكون فات الأوان to reverse the loss of my offer عوض الخسارة بتاعت sea and glacier ice او الانهار الجليدية. At the same time في نفس الوقت it's quite clear من الواضح that more efforts ان جهود اكتر must be made to reduce global greenhouse, لازم تتعمل عشان تقلل ذرة الاحتباس الحراري emissions الانبعاثات in order to minimize the damage عشان نقلل الاضرار already caused اللي حدثت بالفعل. تعال ندخل على سيرتها القطعة. The main idea of this passage, الفكرة الرئيسية للباسج, وده واحد من أكتر الأسئلة اللي ممكن ترهقك شوية في كتاب الكومبرنشن. الفكرة الرئيسية للباسج ليه سؤال شديد شوية لسببين. السبب الأول هو أنت هتحس إن الإجراءات كلها صح, وهو فعلا هما صح, بس لما أسألك إيه هي الفكرة الرئيسية, دايما نشوف اكتر فكرة جنرال, اكتر فكرة عامة اتكلم عنها في معظم القطع, وركز خالص على الباراجراف الاولان, لان دايما الفكرة الرئيسية تبقى مكتوبة في الباراجراف الاولان من القطع. طيب the main idea of this passage, تعال نبص كده سوا. Severe loss of ice deprives California of its agriculture production, هل خسارة بتاعت الجليد بيحرم كاليفورنيا من الانتاج الزراعي؟ هو اتكلم عن كاليفورنيا, بس هي مش الفكرة الرئيسية للقطعة. The shrinking in the sea ice is a reversible process, يعني الانكماشة والتلج ده بيقل, هي عملية تبادلية. لا برضو global warming results in damaging rising temperatures in the Arctic regions, ذرات الاحتباس الحراري بتؤدي الى ارتفاع درجات الحراره. هي دي. تعال نشوف الباقيين. Industrialization has already created an ice free world, عمليه زياده الصناعه خلقت عالم خالي من الجليد. لا هو مش خالي جيد, هو في جليد بس بيقل. يبقى اللي جاي بس هي. It's expected that most of the leading industrial nations will certainly, حلو قوي السؤال ده. السؤال ده فيه فكره ان هو بيلعب باسلوب السؤال, يعني من المتوقع ان معظم الدول الصناعيه هل manage to keep the average of temperature constant, هتتمكن في ان هي تحافظ على مستوى درجه الحراره ثابت. لا reach their target they have agreed on, يوصلوا لهدفهم اللي اتفقوا عليه. بص تعالى اجيبها لك من قطعه لان هي فيها حته لعب في الاسلوب كده شديده شويه. بص كده لو انت ما ركزتش وقريت الجمله كويس هتغلط فيها. انتوا معظمكم اختاروا الاختيار اللي هو بيقول من غير ما اسالك انت عملتها ايه, انت هتختار تيك ستيبس, تاخدوا خطوات تو انشور عشان يتاكدوا that the average temperature in متوسط درجه الحراره doesn't rise above 2 celsius, انت هتختار دي. لكن 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 بص كده معايا لعب الاسلوب. Although most of the leading industrial nations have agreed to take steps, على الرغم ان معظم الدول الصناعيه اتفقت انها تاخد خطوات عشان تخلي متوسط درجه حراره doesn't rise above 2 celsius, قولي اللي انت اخترتها
هو بص بص بيقول لك ايه، على الرغم ان هم اتفقوا ان هم يخلوا درجه الحراره ما تزيدش، اتس باي نو مينز، لكن ده من المستحيل، اتس باي نو مينز يعني مستحيل سيرتن ذس تارجت ويل بي ريتشد، ان الهدف ده يتم تحقيقه. يعني هو عشلك بالكلام ادهولك عشان تختاره، لكن لو كملت جمله كمان هتلاقي ان هو نفاه، قال لك هم اتفقوا ان يعملوا كذا بس ده مستحيل يتحقق. طيب يبقى هنا السؤال، يبقى حته ان هم ياخدوا قرارات ان هم ما يخلوش درجه الحراره تزيد ده هتبقى مش صح. الاجابه هنا هتبقى فيل تو مينتين وسوف يشافوا ان هم يحافظوا على متوسط درجه الحراره المتفق عليه، لان هو حتى في بدايه الكلام قال لك الزقوا فوق. According to the passage، الصيغه دي من السؤال لازم تاخد بالك منها جدا. According to the passage اجابتك لازم تبقى تبقى الباسج، مش تبقى رأيك الشخصي او المنطق بيقول ايه، لازم تبقى ملتزم بالباسج. تبقى الباسج extreme weather conditions، حالات الطقس القارصة are expected to take place due to، متوقع ان حالات الطقس القارصة ان تحدث بسبب ايه، هل more erratic weather patterns، ولا هي دي هتلاقيها في الباراجراف الخامس، تعال نشوف، ولا storms or sudden heat waves، ولا العواصف، ولا large animals such as seals، ولا الحيوانات البحرية زي الدب القطبي وكلب البحر، ولا changes in sea temperature and salinity، هي التغيرات اللي هتحصل في درجات الحرارة والملوحة، تعال نشوفها اهي. Another potential danger is that changes in sea temperature and salinity will affect، يعني هو ده السبب الأساسي، التغيرات في درجة الملوحة ودرجة الحرارة هتؤثر على المحيطات اللي هتؤدي الى انماط غريبه من الطقس، وده هيخلي درجه الحراره بتتغير. ده هو السبب الاساسي هو temperatures and salinity. خد السبب كده، قال لك ده هيوصل لايه، يعني ده السبب وهيؤدي لايه، كل الحاجات دي. طيب نرجع تاني. According to the text، برضه نفس السؤال، طبقا للتكست، The Arctic fish، الأسماك القطبية will be affected by the rising sea temperatures because الأسماك القطبية هتتأثر بارتفاع درجة الحرارة. ليه؟ Because they will find، خلي بالك هنا بيتكلم عن الأسماك نفسها. أغلب الناس منكم هتختار إن الأخيرة، إن الكاست أوشنز والألجي والبلانكتون والإيد زن. هو بس شاف الكلمات دي فقال لك يلزقها. قطعة بصراحة مش بتيجي مباشرة كده، اللي هو خد الكلمة وروح الزقة. هي الإجابة هتبقى the food they live on will be affected. هو بيقول لك الأسماك هتتأثر ليه؟ هقول لك. بص يا سيدي. هو بيقول لي أنماط الحياة البحرية اللي وضحتها في القطعة اللي زي القشريات والطحالب والعوالق هتجد من الصعب إنها تتكيف أو تتأقلم مع الوضع الجديد. وده هيكون ليه تأثير على الفيش. ليه هيأثر على الفيش؟ لأن الأسماك دي بتعتمد على such life، على الحياة البحرية دي، لأنماط الحياة البحرية دي اللي هي الطحالب والقشريات كغذاء. وبيقول لك السمك هيتأثر إزاي؟ بيقول لك الأكل اللي بيتغذوا عليه مش هيبقى موجود. طب اللي هما التلات حاجات دول؟ طيب بص كده في القطعة. The food they live on، الأكل اللي بيتغذوا عليه will be affected، هيتأثر. اكيد مش هقول الطحالب هتاكل الاسماك، بالعكس الاسماك بتاكل الطحالب. يعني research suggests that in 2040، الابحاث بتقول ان في 2040 ده في اول الباراجراف خالص، there will be a little ice left in the arctic ocean، هيكون في تلج قليل في القطب الشمالي، ولا all of the ice will be locked in the arctic ocean، ولا اغلب الناس اختارت تاني واحده، ان معظم التلج سوف يحبس في الاركتيك اوشن، لان انت كده بتاخدها حرفي. ثانيه واحده بص كده، انا اجيبها لك من القطعه عشان اوريك اللعب بالاسلوب عامل ازاي. بيقول لي في 2040 all of the ice locked in the arctic ocean، كل الجليد اللي في الموجود في الجزء القطبي will have melted، هيدوب. هو ما قالكش هنحبس الجليد، اللي انت اخترتها هو ان احنا هنحبس الجليد، انت مش هتحبس الجليد، فانت هتختار بص كده. طبعا دي ما تنفعش لان انت كده بتاخدها حرفي. Global warming will have devoured the Arctic ice، ذرات الاحتباس الحراري هتخلي
او هتاثر على الجزء الجليدي هي دي اللي هتاثر عليها فعلا. According to text طبقا للنص ايه is the main cause of global warming؟ ايه السبب الرئيسي للاحتباس الحراري؟ shrinkage الانكماش، darkness الظلام، industrialization تصنيع، ولا the melting process عملية الذوبان اكيد عملية التصنيع. circumstances crust oceans are crust oceans قشريات هي مالها indivisible large fish هي اسماك ضخمة ولا sea pirates قراصنة البحر اللي بتهاجم السفن لا ولا living source of nutrition for fish ولا هو غذاء للأسماك لأن هو قال لك في النص الثلاث حاجات دول هيبقى صعب يتأقلموا ودول يعتبروا الغذاء بتاع السمك يبقى هي مصدر الغذاء لدى السمك. according to text طبقا للنص much of the architectural agricultural production in California معظم الانتاج الزراعي في كاليفورنيا ماله is expected to increase in the next انا اتوقع انه يزيد لا ده بالعكس مش هيزيد has completely stopped in the last few years توقف تماما في اخر سنين لا ما توقفش is worrying for many reasons مقلق ولا is expected to be affected if the problem persists متوقع ان هو يتأثر لو المشكلة استمرت هي دي الاكثر دقة ان هو هيتأثر لو الانتاج الزراعي لو المشكلة استمرت. طيب ده احنا الجزء بقى بتاع كلمات التجمع ده او كلمات كونفنشن مش هوصيك بقى على الجزء بتاع الكلمات ده لان ده هيديك حصيله لغويه محترمه جدا 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 هتفرق في مستواك في الانجليش اللي هي تذاكرهم بالكتابه انجليش عربي وعربي انجليش لان الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا. ده بتبقى كلمات اضافيه ملهاش علاقه باليونت بس هتزود الحصيله اللغويه بتاعتك تماما. طيب تعال بقى خد بالك من الافكار دي، دي افكار بتبقى مستواها عالي شويتين أو شويتين ثلاثة أربعة يعني. يعني مثلا I will wait till my friend أنا سوف أنتظر حتى صديقي نقعد في ألكسندر اتفقنا أنت أهم حاجة تفرق معاك إن شكل رابط يطلع مظبوط أدي عندك تل رابط أدي ويل يبقى أنت عايز بعديها هل ماضي تام؟ لا هل ماضي بسيط؟ لا مضارع تام؟ طبعا لأن إحنا اتفقنا إن كل رابط تنفع شكل من أشكالها مضارع بسيط أو تام. اتنين علي last caught fish اخر مرة علي اصطاد سمك when he was in Alexandria لما كان في اسكندرية ده يعني ان علي didn't catch fish since he was in Alexandria ما اصطادش منذ ان كان في اسكندرية مبدئيا since ما ينفعش يكون قبلها ماضي بالمنظر ده باظت. علي didn't catch fish when he was in Alexandria ما اصطادش سمك لما كان في اسكندرية لا ده اخر مرة اصطاد لما كان في اسكندرية برضه ما تنفعش. علي hasn't caught fish ما اصطادش سمك منذ ان كان في اسكندرية يعني هو من ساعة ما كان في اسكندرية واصطاد ما اصطادش تاني ده معناه مظبوط مش هنتسرع. علي has been catching fish since he returned to Alexandria يعني هو عمال يصطاد سمك منذ أن عاد من اسكندرية وما زال لا هو آخر مرة أصلا كان في اسكندرية يبقى الإجابة هتبقى C. I haven't met the new manager أنا ما قابلتش المدير بتاع الجديد not it is the first time to meet him ودي أول مرة يسبق ليه إن أنا أشوفه. اغلب الناس اختارت انا ما قابلتوش بعد كلمه انا ما قابلتوش بعد او ما قابلتوش لسه ما تدكش معنى ان دي اول مره هشوفه مش هيدي لك اصلا الجمله الثانيه انا ما قابلتوش من قبل يعني ما كانش في مره سابقه دي اول مره. I haven't met the new manager before يعني لم اقابله من قبل. I haven't seen وائل ما قابلتش او ما شفتش وائل since the last time we met in the village. طبعا ممكن بعض الناس تختار فور يقول لك since last for the last كلامك صح لكن 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 احنا قلنا فور بيجي بعدها the last بس the last زائد مدة يعني since last week for the last week since last month for the last month دي مش مدة اولا ثانيا والاهم فور بيجي بعدها المدة اللي استغرقها الحدث since بداية الحدث يعني هنا انا ما شفتش وائل اخر مرة احنا كنا في القرية هل ده المدة اللي استغرقها الحدث ولا بدايته يبقى سنس. طيب نكمل I'd rather you know the chocolate cake for my birthday افضل انك تجيب لي كيكة شوكولاتة في عيد ميلادي افضل انك ما تجيبليش كيكة شوكولاتة انا بفضل الفانيليا. احنا اتفقنا قبل كده ان كان في ثلاث تعبئات مميزين جدا I'd rather it's time my wish دول عشان يعبروا عن مضارع بنصرف الفعل في زمن ايه؟ الماضي البسيط didn't make طبعا دي ما تنفعش
ده ماضي تام. انا بتكلم على هنا حاجه بتفضلها في المضارع، فما تنفعش حتى دونت ميك الاخيره لان وود وذا ما جيش بعدها مضارع. ونورين اليكس لما كنا في اسكندريه وينو تو ذا شوبس. طيب السؤال ده ركز فيه شويه. انت كل ايه في معاك ان انت تربع شكل رابط صح؟ لما كنا في اسكندريه احنا عاده او غالبا كنا بنروح السوق. وين مره بسيط اوفن وينت زي الفل. واز اوفن جوينج اكيد مش هقول وي واز، وحتى لو وي مش هتنفع لان اوفن ما تجيش ازمنه مستمره. هاف اوفن جن مفيش اي رابط في الانجليش. وين مره بسيط مضارع تام، مش حاجه اسمها كده اساسا. طيب مره بسيط ماضي تام برضه هيبقى مش صح لسبب. لو انت عملت الماضي التام ده معناه ان ده هو الحدث الاول. يعني انت كده عايز تقول ان الحدث الاول ان انت بتروح السوق، هل استنى انت بتروح اسكندريه؟ لا، انت اصلا بتروح السوق لما تروح اسكندريه، يبقى برضه غلط. عبد الحليم حافظ واز ا جريت سينجر، كان مغنى عظيم. هو نوعت اوفر 300 سونجز، غنى اكتر من 300 اغنيه. عبد الحليم حافظ ده توفى، فما ينفعش ابدا انت تختار هاز سانج، لان هاز سانج وهاز بين سينجينج يعني هو مازال لسه بيغني. دي تقولها على مغني لسه شغال، لعيب كوره مثلا لسه بيلعب، تختار مضيع تام، مضيع تام مستمر، كاتب لسه بيكتب. انما لو بطل او مات او اعتزل كل ده يبقى انت كده تستخدم ماضي بسيط سانج. محمد طبعا ما ينفعش واز سينجينج لان الماضي المستمر اللي بستخدمه عشان لازم يحدد لي مده في الماضي، انا مش محدد لك خالص فما تنفعش برضه. احنا قلنا مضارع تام مستمر مش هينفع. محمد نقط تانتا، محمد ايه اللي تانتا؟ هي انتندس تو كام باك، هو ينوى ان يرجع الاسبوع الجاي. هو كده راح ورجع ولسه ما رجعش؟ لسه ما رجعش. مبدئيا مفيش حاجه في الانجلش اسمها از بينج، ده بتشوفها في الباسيف بس. هاز بين يبقى راح ورجع، راح ورجع ازاي؟ انا بقول لك هو ناوي يرجع الاسبوع الجاي ولسه ما رجعش. هي الاجابه هاز جن، هاز جن هي راح ولسه ما رجعش. I wore my father's shirt as mine، انا لبست القميص بتاع بابا لان القميص بتاعي وشد غسل. واز وشد غسل، واز واشنج كان بيغسل، ولا واز بينج وشد كان بيغسل. مبدئيا اس دي اللي انت شايفها بتساوي ايه؟ وايل. وايل بيجي بعدها ماضي مستمر، هناخد واز بينج وشد كان بيغسل. محمود طبعا ده ما ينفعش خلاص عشان وايل. محمود وينت تو ذا كافيه، محمود راح الكافيه، sat on the chair، قعد على الكرسي، and not hookah، hookah اللي هي شيشه. لو خدت بالك ادي وينت ماضي بسيط، كوما sat ماضي بسيط، and لازم تحافظ على نفس الزمن، ordered ماضي بسيط زيهم، and ordered hookah. طبعا ما تنفعش انا had ordered، يبقى كده ادم حاجه ان هو طلب الشيشه وبعد كده راح الكافيه، المفروض العكس. was ordering يعني لازم يحدد لي مده في الماضي، وما حددش برضه. We not a lot of fun during the party the other day. السؤال ده عليه علامة كده اتعلم عليه. خد بالك ان كلمة the other دي، the other day دي من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. يعني تقدر تقول زي yesterday بالظبط. فانت محتاج فعل في الباست سمبل. يبقى we have had، لا had had ما ينفعش استخدمها ابدا ان لازم يكون في عندي حدثين واحدة اقدم من التاني. واحد عندي had ماضي بسيط. كريم نوت تو هوسبيتال بات دايد سون افتر ووردز، كريم راح المستشفى لكنه توفى بعد ذلك او اخذ المستشفى. طبعا لو انت قلت هتكني بكريم اخذ، مش كريم هو اللي هياخد المستشفى، كريم توك اخذ برضه ما تنفعش. هاز بين تيكن اخذ، واز تيكن اخذ، هنا بقى الكلام اختلف. طب انت ليه هتختار واز تيكن اللي جابها مستر ما تنفعش هاز بين تيكن؟ لان لو بصيت بعد بقى انا جايب زمن ايه؟ باست سمبل. طالما باست سمبل يبقى انت لازم تحافظ على نفس الزمن. واز تيكن يعني اخذ. امبلويز الموظفين وينت الاو تو جو مانج، ما كانش مسموح لهم ان هم يروحوا البيت، نوت وركينج اورز. اغلب الناس هنا اختارت وايل عشان انت شايف قدامك اي ان جي، بس الحقيقه ان انت انا عرفت اوقعك. طب ليه يا عم يا وايل فرق بيجي بعدها ان جي وانت عاطين اي ان جي؟ ما انا احب اقول لك ان دي مش اي ان جي، ده ضحك عليك. وركينج اورز ده اصلا نون معناه ساعات العمل، مش فعل مضاف لاي ان جي وخلاص، ده مش فعل، ده اسم على بعض بس اسم مركب. فهل هنا انت محتاج وايل ولا محتاج ديورينج؟ هي وايل بعدها اي ان جي، ديورينج بعدها ناون. تعرف لو كان قال لك وركينج بس كنت قلت لك ماشي،
working hours يعتبر للتسهيل يعني دي تعتبر صفة للأورز، هي مش فكرة اسم، هو فعل مضاف له يجي يتحول لاسم، فدي تعتبر كلها على بعض. working hours ساعات العمل ده اسم مؤكد. عمرو زكي ده اسم لعيب كورة used to be a famous footballer، كان زمان لعيب كورة مشهور، but he isn't any much، لا any more. ليه؟ لو تفتكر في قاعدة used to قلنا كانت بتساوي حاجتين، حاجة اسمها no longer لم يعد، وحاجة اسمها any more او any longer، وما فيش اي فرق بين any more و any longer. هو مدالك any يبقى انت عايز كلمة more، لو دي longer كانت تمشي. I'm not working such long hours when I started this job. انا ايه اشتغل ساعات طويلة لما بدأت الوظيفة دي، اتفقنا على مبدأ ثابت، انت اهم حاجة بالنسبة لك ان شكل الرابط يطلع صح، وين جاي بعدها ماضي، وخلي بالك انا عايز حاجة هيجي بعدها ing. طيب wasn't used to ده ماضي وبعدها ing تمشي، بس هنبص على البقية عشان تبقى فاهم ان دي صح ولا دي غلط. never used to على عين اقول لك ماشي، لان دي مفروض بعدها مصدر، سنة جايب ing ما تنفعش. انا يوز تو دي باي باي خالص، لان ما ينفعش وين قبلها مضارع وبعديها ماضي، باظت. يوز تو دي بعدها مصدر، انا جايب اي ان جي مش هتنفع. not seeing the policeman the thief ran away. حلو السؤال ده، انت هتحتار ما بين حاجتين، لا اما وايل لا اما اون، بس احنا اتفقنا قلت لك على طريقه في الشرح ازاي تميز ما بينهم. وايل وان الاثنين بعدهم اي ان جي، اقول لك على طريقه تخليك تحل من غير ما تكمل اصلا قريت الجمله وهتطلع صح. وين اي ان جي؟ الاي ان جي اللي مع اون، الاي ان جي اللي بيجي مع وايل لازم يكون حدث طويل، حدث بياخد وقت. يعني مثلا وايل بلاينج، من غير ما الجمله بلاينج ده بياخد وقت، هتبقى الاجابه وايل. وايل ستادينج، المذاكره دي بتاخد وقت. وايل رانينج، الجري ده بياخد وقت. اما اون لما بيجي بعدها اي ان جي، الاي ان جي بتاعتها بتكون حدث لحظي، حدث ما بياخدش غير ثواني معدوده. يعني مثلا اون ارايفنج هوم، عند الوصول للمنزل. انا هنا بتكلم على اللحظة اللي وصلت فيها البيت، هنا مثلا بتكلم على رؤية ضابط الشرطة، انا بتكلم على اللحظة اللي شاف فيها ضابط الشرطة. فسينج ذا بوليس مان، هل ده حدث طويل ولا قصير؟ قصير، يبقى اون، من غير ما اكمل الجملة اصلا. اي ويش اي ويت، بتمنى يا ريتني طويل، ده امنية في زمان المضارع. احنا اتفقنا اي ويش لو بتتمنى امنية في المضارع تجيب بعدها امر بسيط. بتمنى يا ريتني طويل، ده معناه ان انا مش طويل او انا قصير. I was short، كنت قصير، الوقت طولت يعني، لا. I'm not long، I'm no longer tall، خلاص ما بقتش طويل، خدوا منك دورين يعني، برضو لا. I'm short، انا قصير، I'm short، انا مش طويل او انا قصير، نفس المعنى. I used to play football when I was young، كنت متعود العب كوره لما كنت صغير، but now I كملها، but now I'm not playing football، ولا I don't play football، ولا didn't، ولا wasn't. أكيد now مش هتيجي معها ماضي، يعني خلينا إيه واقعيين. but now I don't play football. used to بعدها فعل في المصدر، لما تحب تنفي أنت بتنفي هنا بتجيب present simple. حلو السؤال ده جدا جدا جدا. while not home a face dog barked at us. while أغلب الناس 9 أو 8 من أصل كل 10 طلبة هيختاروا الإجابة going، ودي إجابة غلط. طيب أقول لك على حاجة قعدنا نركز عليها جدا 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 في الشرح. لما يكون عندك رابط وليكن وايل، هتجيب بعديه اي ان جي، والقاعدة دي تمشي على وايل، افتر، بيفور، اي رابط بعديه اي ان جي. يعني انت لو فهمت دي تحل حاجات كتيرة تانية صح. لما انت بتجيب اي ان جي على طول، يبقى انت كده هنا حذفت الفاعل، يعني هنا عايز اقول ان بدون فاعل. حلو حلو. عشان تعمل الخطوه دي او وايل اي ان جي، في ناس كده تظن ان ينفع تتعمل في اي جمله، لا ما تنفعش في اي جمله. لما انت تعمل وايل اي ان جي، عينك دايما على اول كلمه في الجمله الثانيه. ليه؟ انت لما تعمل وايل اي ان جي انت مش عارف انت بتتكلم عن مين عشان حذفت الفعل. عايز تعرف مين اللي بيعمل اي ان جي؟ عينك على اول كلمه في الجمله الثانيه دايما هتلاقيه هو الفاعل اللي بيعمل الاي ان جي ده. طب لا مش فاهم، تعالى افهمك في الجمله. لو انت قلت وايل جوينج هوم، يعني انت هنا مفيش فاعل صح، ادي هي جوينج اللي انت اخترتها كده، معنى كلامك ان مين هو اللي جوينج هوم، مين اللي رايح البيت، اول كلمه في الجمله الثانيه زي ما قلت لك اهي. ده كده معناها ان اللي كان مروح البيت هو الكلب،
لا هو انت اللي كنت موح البيت وساعتها في كلب هجم عليك او هوهو عليك يعني. طالما هو مش نفس الفاعل ما ينفعش ابدا تعمل ing على طول. طب امال اعمل ايه؟ تختار الجمله اللي فيها فاعل. يعني هي بكل بساطه لو انت عايز موضوع بحلفنه شويه، انت بتحذف الفاعل عشان عارف ان انا هقابله تاني هو هو قدام. طب لو مش هو هو يبقى ما ينفعش تحذف اصلا، وده اللي عملته انا هنا، ما حذفتش الفاعل. Oh, have you eaten all the food? Not. You must have been so hungry. انت اكيد كنت جعان جدا. طبعا اغلب الناس هتختار يت، يقول لك هل بس، طب بعد فهم عشان تبقى مقتنع واخد الموضوع بالطباع، هل انت اكلت الطعام بتاعك بعد ولا لسه؟ وبعد كده نكمل بقول له يا انت اكيد كنت جعان. ايوه ازاي بسالك هل انت اكلت الاكل ولا لسه؟ وبعد كده بقول لك انت اكيد كنت جعان. فالاجابه اللي معظم الناس عملتها يا جماعه غلط، والاجابه هتبقى احنا قلنا ممكن نستخدم اوريدي في نهايه السؤال زي ما انت شايف عشان تعبر عن الاندهاش. هيبقى معنى الجمله لو همثلها لك Have you eaten all the food already؟ هو انت خلصت كل الاكل؟ ده انت اكيد كنت جعان جدا. انا هنا مش بسالك انت اكلت ولا لا، انا عارف انك اكلت بس انا مستغرب من الكميه اللي انت اكلتها. I waited impatient. انا انتظرت بدون صبر. While my father، بينما بابا not on was operating، بابا كان بيعمل عملية. بيعمل عملية مين؟ was being operated on، كان بيجرى له عملية جراحية. مبدئيا كده ادي while، فانت مش هتطلع بره نطاق الماضي المستمر لا اما A لا اما B، دول باي باي. بس الفكرة الجملة انت محتاج active ولا passive. انا انتظرت حتى بينما بابا كان بيعمل عمليه، كان بيعمل له عمليه او يجرى له عمليه، بيجرى له. فانت عايز ماضي مستمر لكلامك مظبوط، كمل جميلك وعملها مبني للمجهول. هاو لونج اجو، مبدئيا كده اجو من غير ما اكمل قراءه الجمله كده، الاجابه لازم تكون ماضي بسيط. هاو لونج اجو يعني منذ متى. بالمناسبه هاو لونج اجو دي بتساوي وين، بس في حاله الماضي البسيط فقط. عايز اقول من امتى، من متى اشتريت الجبنه ديه. It smells bad، ريحتها وحشة. How long ago did you buy؟ did فاعل مصدر. While I'm not at college، بينما أنا إيه في الكلية. I had a part-time job، كنت بشتغل وظيفة مؤقتة. While I، ناس كتير للأسف للأسف هتختار was being. ليه بقول للأسف؟ لأن غلطة مشهورة. طب ليه يا عم was being غلط؟ لأن مفيش حاجة اسمها was being أصلا في الإنجليزي. لا يا مستر أنا عدت عليا was being ده قبل كده وشفتها كتير، أنت بتسيء علينا. was being اللي انت شفتها قبل كده دي صيغه المبني المجهول. لو ركزت شويه هتلاقي دايما بعدها البي بي. حصل حصل، فين البي بي؟ فيش. was being مش بعدها حاجه. being بمناسبه من الافعال اللي ما بتجيش في الازمنه المستمره، زي love ولايك والهيت والكلام ده. ازاي يا مستر ما بتجيش في الازمنه المستمره؟ ما انا بقول being عادي. بص اثبت لك، تعال اثبت لك. She is ولا is being at home now. جملة تقريبا بتاعت ابتدائي كلكم عارفينها يعني. هو انت بتقول she is ولا she is being at home now؟ بتقول يا مستر بقول she is. صح. طب ليه يا ناصح ما قلت she is being على الرغم ان انا مدي لك now؟ لان مفيش حاجة اسمها is being. وصلت؟ نفس القصة هنا. الفعل دي ما يجيش ازمنه مستمره، ما بقولش was being خالص دي ولا is being غير ما يكون بعدها بي بي اللي هي صيغه مبني مجهول. الجمله دي حلوه جدا، يبقى اجابه was. شاهد used to be jumpy. جامب اللي هو عصبيه يعني شويه. شاهد اتتنا تبقى عصبيه but now she، اكيد مش now هجيب معها wasn't or didn't عشان بس نسهل على نفسنا. انت محتار بين isn't و doesn't. عينك على الفعل اللي بعد used to. but now she، هل ينفع اقول doesn't be grumpy؟ هل في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه اسمها doesn't be. but now she isn't grumpy زي but now she isn't angry. نفس القصه. طب كان اي فعل غير be زي play مثلا، doesn't play عادي مفيش مشكله. my uncle not as a taxi driver for 10 years. حلو قوي السؤال ده. عمي ايه كسواق تاكسي لمده 10 سنين بس هو دلوقتي بيشتغل in a big كلوز فاكتور في مصنع ملابس كبير. حلو. تقريبا 7 من اصل كل 10 طلاب هيختاروا الاجابه has worked which is
إجابة غلط طبعا. ليه يا عم إجابة غلط؟ ما أنت مدينا هو 14 years اللي أنت قايل عليها بتيجي مع المضارع التام. إحنا قلنا المضارع التام حاجة بدأت وما زالت مستمرة. لو حضرتك اخترت هاز وكد يبقى كده معناها ان عمك لسه شغال او مازال بيشتغل سواق تاكسي. نهدى بقى ازاي مازال وانا بقول لك هو دلوقتي شغال في مصنع ملابس؟ ما هو كده يبقى ساب الشغل. يبقى انت كده عايز زمن مضيع تعمل حاجه لسه مكمله ولا ماضي بسيط الحاجه خلصت؟ ماضي بسيط يا مستر بس فوق دي تيجي مع مضيع تام. مش شرط بس مضيع تام، فوق تيجي معاها ايه زمن؟ تيجي مع ماضي بسيط، تيجي مع مستقبل. يعني مثلا هو زمان كانوا بيحفظون من وسين صفو لازم مضارع تام بس. لا مش لازم على فكره، اثبت لك. I will stay in Alex for 10 days. انا هقعد في اسكندريه مده 10 ايام. الجمله دي غلط؟ تقول لا مش غلط. طب ما انا جبتها في المستقبل، انا جبتها في الماضي، هي تيجي زمن عادي. When my fiance لما خطيبتي arrived وصلت we know at lunch احنا ايه الغداء بتاعنا؟ We were waiting او خطيبي وصل احنا ايه الغداء بتاعنا؟ We were waiting for him to arrive احنا كنا مستنينه يجي. حلو قوي 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 السؤال ده. لاي حد اختار were having يبقى كده معناها لما خطيبي وصل احنا كنا بناكل. طب ازاي كنا بناكل وبقول لك احنا كنا منتظرينه؟ فدي ما تنفعش. اللي اختار had يبقى احنا كده بتاعنا الماضي تام دايما هو الحدث الاول. يبقى الحدث الاول ان انتوا خلصتوا الغداء وبعد كده هو وصل. طب ازاي هو اصلا تناولتوا غدا بعد كده هو وصل؟ يعني خلصتوا اكل وانت بتقول لي بعدها احنا كنا منتظرينه. الاجابه هنا هتبقى هاد. ليه بقى؟ وافهم الجمله دي كويس. لان احنا قبل كده قلنا لما يكون عندك الشكل بتاع وين ماضي بسيط، ماضي بسيط لازم 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 اللي بعد وين مباشره يكون هو الحدث الاول. حلو حلو. يعني الحدث الاول ان انا خطيبي وصل بعدها احنا تناولنا الغداء. الحدث الاول احنا هو وصل وبعد كده اكلنا الغداء مع بعض، عشان كده بقول لك احنا قدام كنا منتظرينه. جمله حلوه جدا. In those days حلوه قوي الجمله دي برضه. Many people not school at the age of 14. ناس كتير ممكن هتختار ليف، بس في حاجه مش واخد بالك منها. كلمه زوس هتفرق يا مستر، انت حبك حبتين شويه. لا بص يا سيدي انا اقول لك فكره حلوه. لو انا قلت لك these days هذه الايام، دي هتديك انطباع المضارع ولا الماضي؟ هذه الايام. هتقول لي مضارع طبعا يا مستر، اقول لك جواب. طب لو انا قلت لك these طبعا اشاره للقريب هذه الايام. لو انا قلت لك those days تلك الايام، تلك دي اشارة طبعا حاجة بعيدة او للماضي. زوز دايز هتديك دايما انطباع الماضي، حرف واحد غير الزمن. زيز دايز هذه الايام مضارع، زوز دايز تلك الايام اشارة للبعيد ماضي. طيب يبقى هنا الاجابة انت محتاج زمن ايه؟ بارسم. I'm dead tired. انا ميت من التعب. I know it really hard since 7 o'clock this morning. I worked ولا was working ولا I'm working ولا have been working. مبدئيا انت عندك since قبلها مضارع تام او مضارع تام مستمر. مبدئيا مش مديك الاتنين مع بعض، دي ماضي بسيط ماضي مستمر، مضارع مستمر حلت نفسها. خش على اللي بعده. My father for work just now. الجمله دي خطيره. لو انت قدامي دلوقتي هسألك انت عملتها ايه، انا اجزم لك دلوقتي ان 9 او 10 من اصل كل 10 هيختاروا عايز ليفت، عشان مش هست طبعا من كمية الدل على زمن المضيع التاني يا مستر، وانت بتدلنا في المذكرة. اقول لك حلو، بس انت مش واخد بالك من حاجة. جاست صح بتدل على المضيع التام، لكن جاست ناو من الكلمات اللي بتدل على زمن الباست سمبل. فكرة جديدة، ما تزعلش. انا في بداية وانا بشرح ال 30 جملة دول قلت لك دول افكار تقيلة، انا عايزك تتعلم منهم. دي افكار جديدة خد بالك منها بقى، خد بيها نوتس. جاست بس كده عندك، جاست بس مضارع تام، جاست ناو كلمة غيرتها، ضفت غيرت زمن خالص. حلو قوي السؤال اللي جاي ده برضه. Why not holiday they caught a shark؟ حلو السؤال ده، ناخد فيه فكرة كويسة. لما يكون عندك بالمنظر ده while I was in Paris، بينما انا كنت في باريس، I visited مثلا the Eiffel Tower.
حلو الكلام. ماشي مستر. While I was in Paris. بص كده معايا ركز. فأي جملة بتاعت واي يجي بعدها حرف جر وبعدها اسم يمكن اختصار الجملة خالص. تحذف ايه؟ تحذف الفاعل وبتحذف verb to be اللي هو هنا عندك was ويتبقى لك باقي الكلام. فبدل ما نقول while I was in Paris هتبقى while in Paris على طول. ودي فكرة تقيلة خلي بالك. while she was at home دي بتساوي من غير ما اكمل قراية while at home. while مثلا زي while on the farm دي بتساوي while on the farm على طول. يبقى الإجابة هنا هتبقى while on holiday حرف الجر زائد الاسم. طبعا هنا مفيش فاعل ما تنفعش. while being holiday كده معناها هم اللي كانوا اجازه، الناس هم اللي كانوا اجازه ما تنفعش. زي while being قلنا مفيش حاجه اسمها while being ولا was being. ده كده الجزء ده التقديرين جمله دول بتقعد فيهم افكار تقيله فانا قلت لك بس ركز فيهم شويه. ده كده الهوم وورك بتاع يونت 1. خد نوتس يعني اللي مش فاهمه كده راجعه تاني. عندك الفيديو تقدر تقدم وتاخر فيه زي ما انت عاوز. الافكار اللي انت غلطت فيها مش مشكله غلط زي ما انت عاوز، انا بقول لك في افكار كتيره تقيله لكن المهم انك تستفاد من غلطاتك.